بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروين دعالدا ادونك ميل كاستو اد كجوغتان كو سو دوادا بهدا جوغتا علوس غودوميه ماخي غلبتا او فديو اما عاو يو ماركيس ساوثن ميديا كوبريشن او ودا جيره وحانو ديرده ساري دونا انغو ميكروفونادا ان سفوري دونو بل خيل ديبانادا غلمودغ استيت لما غعابي او اد كا ودا دركسنتين سيديتن يصدح لاسي ايانو اخرين دونا يبالها بالول بانتي هالشي ايان فيين دونا يدقرتا اي لده معسيهين داد يوغا مايلان ايان ايق دونا دي الهيقا اوود لأيو كرالي نغضا مركا ولاليا الاسكوصة ودادوب مقا عيادا ايانو الشيق دونا مركا اقوار رئيسا مركا سيكدبنا مركا مقا عيادا انا اخرينو وحاكا درق دونتان انتا مركا يسي مايلان كجسوا عادي أديكوا كدركسن قلول بإنتي تايبان شيءينا إن شاء الله تعالى قدومي أديكا إنه آخرنا إن شاء الله قبيل والبنو شيءي سه قدومي هاي بسم الله الرحمن الرحيم وحن شيء دونا مجا حلبانكا يبشو كده شيء حلبانكا جوبات مارت براها مارت قال مذوق عبد الله سليمان محمد مريحان عبد الرحمن حسين فارح مريحان قالد عبد حير مريحان عبد الرحيم فرح حرسي مريحان قدر احمد عيسى مريحان فرحية عبد الله شيخدون مريحان احمد محمد فرح اسامه مريحان عبد الله عبد ورسمه مريحان بيل عبد ورسمه مريحان سريع عبد ادم مريحان مهد عبد حرسي مريحان مهد كلع ورسمه مريحان احمد محمد ادم مريحان انت وحواي حلبان هذا أي هلان بيشة مريحان قلم ذو كيران وشن إيو الطبان حلبان هادانا وحان بلابينا حلبان اللي حيتمناد وحونا قناة يا حسن محمد يلحو مرسالي عبد الرحمن أحمد بريسة مرسالي عبد الكريم معلن أحمد شيخ محمد مرسالي ها عبد الكريم أحمد عبد الرحيم أحمد بريسة مرسالي عبد الكريم معلن أحمد شيخ محمد مرسالي دكتور محمد نور قعل مرسلة مهد شيخ علي عبار مرسلة عبد القادر عبد الله بريسة مرسلة عبد الرساق محمد وهلية مرسلة عبد الشكور أبوكر محمد مرسلة عبد الله علي عبد الله مرسلة عبد محمود فيدو مرسلة عمر محمد عثمان مرسلة واحد اللي بعندنا بيش مرسلة إيه هلين أو مارت أنت أه أي جنا وحنا قنب سا كوي طبعا حلبان لبيت طبعا حلبان أوكي هذا نوع حنقلنا حسن حاشي داهر ديرية دذبلة محمد محمود أحمد دذبلة حسن كينان حلاني دذبلة حسن حرسي حاشي دذبلة حسين حرسي فارح دذبلة حسن ميري سبرية دذبلة بشير حاشي دراع دذبلة واحد اللي بعنا ذا إهلان بشير دذبلة أو أي جناة كله بس ده حفرشان ليه تضربه تضبح الليبان هذا نوع حب اللبان هاي بيش دريت دير مركل الرها وبيش جود لكن هذا وحوجنا بلا هوي وكلا إلا كلا قاضي كل كوه دارو دقيقة نوفرننا أنا جور ربنا ماشى عن أسرعنا أهنا أرجنو قل مذوق أو أهمارك تديجان يكونوا ليهين
digil iyo mirfla tira badan ee ma aragtay aad u badan oo meesha ka ganacsado dhaqaale soo galiyo ee ma aragtay ganacsiyo kule deegaanka hormarinaya dhismaheeda haday noqoto meel walba inta xilibaan ay helena akhrin doona markii la dhahayo digil iyo mirfla digil iyo mirfla hal qabiil ma ahan hawiyu u dhigma ee waxaana ma aragtay tafasiir ka bixin doona sida ay ku dhacday ha maxaa u dhanbu u dhigma waxay ma aragtay aan dhigi doona sidee ay ku dhacday in intaan xilibaan ay helaan ma laba heleen ma shan heleen ma toban heleen waan keenin doona insha Allah باشا دريد عبد الله ابراهيم عيسى مرسل عبد الرحمن احمد عبد الله حسي محمد عبد القادر سعيد عبد الله عبد القادر محمد عبد الله عنب محمد عصبله صادق شيخ يوسف شيخ ابراهيم حسن احمد عرب انت وانت يا هلان باشا دريد هذا نوحا كوحيغو باشا سعد هبرقدر باشا سعد هبرقدر وحي هلان علي داهر محمود حرسي يونس محمد الشارع محمد حسين تهليل بشير شيخ احمد عوالي محمد علي حرسي وانت باشا سعد اهلان وحي اهلان شنح الليبان باشا سعد وكمت اح مارتي جفو كمت اح باشا هبر قدير وقلق ما يسامركي رحوين اهان لآذو اما الليسان اما شنط علي موت اما هرين اما هضمي اما هذه قبيل كمت قبيلة مارتي هبر قدير قلق ما يسو كدبنا جفو ماشا كسي اح وحي اهلان شان حل مان ملكو قرطة أنقنا وحا فيرين دوانا ديقل يمرفلق وقومية انت اي هلين وحا ايمانة باش الشيقال باش الشيقال ميا وحا ايمانة باش سرور سرور وحي هلين محمد احمد مالين احمد ابوكر احمد ورسامة علي داهر وهلية السياد يو داهر عبدي شيقو وحي هلين كو الله بس ده حفر شان لح حل مان يسرور هلين اوكي ايقاب باش سعد مارتي كاح اللي مانا بضل waxa ku xiga beesha shiiqaaleed oo iyada heshay 2345 shan shan xilibaan shanta xilibaan waxay naqan doontaa Cabdi Wali Cali Mahmud Maxamed Hassan Abdi Faadumo Abdi Faane iyo Cabdi Qadar Ahmed Mahmud shanta xilibaan bay heleen beesha ma dhiban waxay heleen Ahmed Abdulle iyo Ahmed Noor Warsame laba xilibaan bay heleen beesha Warsame nikaan iyo noha نكان لغوما قرين بيشيسا وحا لقري بس محمد ميري أحمد قولت عدي أديد باشا ديقلي مرفلا مركا إماضي باشا أنا كجو جنينا مايو مايلان ماي ديقلي مرفلا لقينا فرا وحا نديدنها وحا واي إن جنب اللغوط لغو إلا ما يريسو كرا دارشو حلبان أما اللباء أمسا دحن تلغو سيحا قنا لباطن لغا عقاط وحا نكسو ورجيدنا وحا واي مساسد دي هروان ديدني is hurdisis waan diidnay waxaan rabnaa waxa anaga aan inta ka siineyno inay xaq naga siiyaan waxa inta ka helana xaq ka siino digil mirfle waxay heleen hal xilibaan ismaaciil muqtar nuno shanta caleemood u dhiganto beesha habargidir ama u dhiganto beesha abgal ama u dhiganto beesha mursade bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiye aad baad u mahadsantahay sida barnaamijka aad noogu qaadaa dhigtay markayse macnaheeda xaqiiqadan aad u taabatay sida xaqiiqda ah dadyowga mainland waxaa looga baahan yahay annagu digayaal baan nahay wariyaashii ilaahay soo diray baan nahay dadka mainland waxaa looga baahan yahay oo 65% ka dhigma soomaalida inteeda kale oo dhan marka la isku dardaro in ay fahmaan siyaasadda lala ciyaarayo guud ahaanba waa xaaraan hal xildhibaan oo qura in ay dhiibto galmudug ay mainland siiso dhaqaale gelisa shiniiliyaasha aqoonyahanada joogta oo dhismaha oo macniish ganacsiga oo intaasoo malaayiin oo dollar cashuur siinaysa waxaa qalada hal xildhibaan inay bixiyaan reer galmudug reer galmudug waxaa looga baahan yahay inay dhiibaan ugu yaraan 30 xildhibaan in ay ka helaan dadka maayo xaq baa loogu leeyahay waayo deegaanadoodu iyagu kabajaan unbay ka cunaan dhib unbay geliyeen mooyee galmudug waxay u taraan male maray ma arkaysay doofaarka gocsada ay kala dagaalaan mooyaane maxay ku kordhiyeen waxba kuma aysan kordhin laakiin dadka mainland macni horumar bay u geeyeen ganacsi bay bareen cunnada bay bareen wax walba bay bareen sidaa daraadeed 30 xildhibaan ka yar dadka mayga xaq u male may nama qabato ma qabato dadka mainland okay hadii ay hal xildhibaan dhiibeen marka maxay u dhiibeen waxay u dhiibeen khiyaanay u dhiibeen warmaayo maani walba in lagu fiiri kalluunka ama malayga macnaheedu hilib yar ayaa macnaheedu loo galiyo maqaalinta hook alla ingiriisiga maqaalinta marka loo galiyo
هلب كاس يركا أو إس أيا إسقير من لقب سنة يا معنى ذو مركا وحوي ياي هل كاس حلبان أو سنطة أو حارانتة معنى وحال الدنيا وربقل مان هل كود هذو كصاقلو معنى اللي بق قبل يبر وكو كينا يا ضدا برواقدا سكود دقايا أنبه يموسك يسيطونك يسسنتة الدنيا ذا أرنب لقب سنة يا سيدا سيدرادد ورحل iyagu xaq u male reer galmudug inay ka helaan war dhururuq inay ka helaan maylan xaq u male leesh adduunka sharciya ka jira hada yurub iyo american joogna marka aad timaado oo xildhibaan aad u ordaysid macni mayq adii waxaad ku timaaday macni xoog kuma adan imaanin may adoo gacmaha kor u taagaya timaaday macni sharci iyo process aa soo martay markaas kadib shuruucii dalkaad ilaalisay لكن إسبار ما هذا كوي مانين؟ معني إن من كان وكريمناليس رجال مدوك الجوجا مايلن ودمبيل يروي وكريمناليس واي وإن من إسبار كوي ما داي واي وإن من توجع واي إن من رأي كفسي يباب مالين يهبين درار يعو ليك ضدك مايو مايجا قبة يوي سيدا درادة كريمنال أو شلي قدم بيس تضام ومواري ومعني ضرب ويرري اغونتي دعي ضدك هسي حق وما يلان كران وان ليس كسو بخا بخيا سيدي جنرال شاتي غدود او شيغي السيد مختار روبا وعلي ابو منصور او شيغي دربحه كل وان لو سو دفتا لكن ضدك مايلان غوبلاداسي تغي قري عارديس كوما تغين مانا كو هبيسنا دقالي جليين غنحسب اي كو تغين مر هداي سيدا تاي برسايسكا وحا او اوغلانايا نبدا اي كو تغين اي عاشورتا اي ديبايان ايا اسورا جلينايا اني حلدبان كنقدان او يران صدن حلدبان انا حق لو اغليه قلمدو هداي سن ديبين ما هلك انا حق كا قدسنينا حق ما اولهم بقلمدو ان لا سيو ليش بريكم ايمانين دعي بوب اسماري كو تيمادي مركا وحان لهنا ددك مايلان هدي حتا ليلادو هل بي حق ان نغا سيين انغنا انت هل حق لا سي هدي ليلادو وجوك ير جوك وين كدور سواي معنى هذا ما تغنى لول نجحة يا ورتاكا كم إذا مايلان أيها كخي مبضن محيال حق أردن مالك مجاني أي أحلى قول عنايو قدام يا محيال وحبا ميال مرها داي لوكتا كل أسوأ قلانا طفتاي كوكو لما رانا يان هذا ما فاهم إيسا معني برر باد لطيف تيف إيسا رفاد باكو قبسنا يا وليغا قان قورتا كوسران وليغا وليغو يا الله وليغا الله وحلو قليا وحبان وضل لنا وحبان وضل لنا وحبان وضل وحان لنا ضدك مايلان وضياش مايلان كسو جيدة سلطان ورسامي إبرو يو ماركيس حيدر يو ملاخشوري يو ماركيس انت وحقرطة أردن وحان وشيغينا أردن كودو لدعايو دالمين تاسي شلينا سقالي يطبانك الروح سوقي مدكالي حل ديبان كان ماذا قيست يا كالة تشطي مي إسقاط تجي مي يا كالة تشطي عندنا ما هو حل بانكو يا مر مي قل مدقو يا دكان كود دقين يقول مي ما عدوك ما أرتب إيمان ومن نن دبر كلا جس وطاب صدي واحد نن دكان كيس جو وحبكو ما أنا دكان مي ونن دكان كيس جو مرك دت كم ماي جاء ورني مايو عقلين ووجامي هاي دب ما وحن أركا يسور كيس ملا لور أرداي قير الجبان سور كي ما أركا يسحل دبانا قل مدو كالني ناقل مدوغا دا غورستين ناقل مدوغا غورسد غوبلديدو وان ديبا مارليبا لوغا لبا لوغود دخدود ما كو ديبايسا غوبلدادا انكريدبل غبدا مايغا كمعان هدي غبر لا يرادنا نين كان نين اد ادغو دورتين ما هان وا معني شابد واي مساج وجيغا لا سو مرسنايو وا وخا لو سو دق يا دم ليا وخا وي هل مر هل بها هذه ميشان لوقت ان لا غلنا غودوميه بسم الله الرحمن الرحيم وحير وحان كو كابلها معني سنان ما اوغلين وركان قيبينتا جنرال حسن محمد نور شاتي غدود ايان ربا انان ما اركاي سيغليو ماركي عرتا اسغو اراري هوغامينايا او معني مايغا يا انغا ما سنانين ليدي لبدي اري او كشاغي ماركو كسو دولاداسي نجاسدا هايد عبد القاسم عبد ابار او هوغامينايا اريدي سان دغيسنينا جنانكاس جنرال حسن محو يري بل دغيستا إلا وإلا رئيس الوزراء
Okay, هذا الكاسب مدح وين مختار روم حكير يسقنا إن أجانا أبهنا. Okay. وعيتان كا يقو بدر. بيكا ومطر دفاعي أمبان تأدو لي بغنيان الدولي. أدو لي باس بغن ميبا أمبان هنيا ميبا أدو دومي. هاي كارثين بالبيت. قرشي كدفاع دونا. أي قران كدفاع دونا. أي قرك دفاع دونا. هذا الكي إلهي ماركتي ها عزيو كرامها سيو شرفها سيو. إلهي هسود دايو. ما رأت حفظه الله شيخ مختار علي روا أبو منصور مدحوينها الروح جا مايلان وهاي بي أهيت هدي أديدي بتان حلكن هدي أديدي بتان أديقو آمنتان بلارك هدي فرماجي إيدي بماهن هدي قير إيدي بماهن هدي هوية يدارت إيدي بتان ماهن هدي أديدي بتان حلكن إذن كرير مايلان دقل من فلو واي بيرد دونه أي كونفور قلبت قرشك دفاع دونه أي قرن كدفاع عدون أي قرن كدفاع عكر ما أي قرشي كدفاع عكر أي قرن كدفاع عكر أي قرن كدفاع عكر رجي رجع أها إديجان كان أقل شيء رجي رجع أها إديجان كان كسو جيدي رجي شرفت لها عزت لها كرامة لها كان إنتنا قبل جيس الله واسعيو كان ما أنت جوجانا قعنت على وق الله كسو صارو سام بيوه اللهي ما أنت مركز سيدا ولا الكي وشاقي إن برق لغو تورو وهل حل لبان طبعا لقاعد بده شو أما الله باتن لقاعد بده شو دقلي يمر فلمر كله لا يو ماركي سكية يتوبي دقلي يمر فلمر كله وردت بقى وحسو سوقات الرحوين إيه هبر قدر أما وحسو سوقات الرحوين يمر صدى أما وحسو سوقات الرحوين يبقى المعقول ما محاضن وكبدية ما أنت رحوين تدقن أما دقلي يمر فلها بعد هي تدقن قل مذوق وكبر أنت هاي بيش مرصدى بغل كي بغل وكبر أنت هاي بيش مريحان بغل كي بغل دقان يكويهين دولار بيكا قتان قريكا قتان قناع سيكوها يستان اوكي مركي انتا سوق فوت او وليبا اي او دقال لمن اوغاس سميستان ارك اوغاس سميستان كل يقود اردن كل يقود اردن قل مدوك اردن قررك ليا كبادن قل مدوك اردن مركا ليسو قيو قرر الله بجير كبادن فاهميسين مركي مركا او ديقل ايام رفلا اسكو سوقبتو او هل حلبان لغو سيو لان ربا بيت ربا ان لقاقا قاتو لباتن حلبان وحربنا إنا كدق نمرك تاوي إكستريم ورالك أهو حد هاي مص عنيسو أنا وحلا يا حتى أنا أقولنا حاي رجل مدو أنا أقولنا حاي رجل مدو هل كان لو بدي جمرها على شهر ربتي عشانها مكاي هاي ماي ماي هل كان لو بدي جمرها أبتي أكو هذا أنا كنا يلبي أبتي هو هذا مش قاين يسو ماي وحن أقولنا هاي النجو صدنا كلنا إياه، صدقنا حبنا نجو ملأ.
إلا أيام مثلاً واحد كل يوم. هذا كوي مادين. قولي كوسو دلنا. سيدا أنكو تجنا حاجة هكوي مادانو. ها. مركز كذي. دي بنت أوبه حنا صلاة وتنا ولا. آه مركز راب حانو. يجو هو بيسنا نجب حانو. كذي بصلاة وتنا يجو شعب. كذي بيجو الشعب. ممكن قالها جريان. أيها بها كنان الطير ربع. وحون هكنان. ممكن قالها جريان. وحون. هكون ولا. كبرجان بها كنان. يجو إذا بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلك واحد ويسير تقلك وجب حسن. أنا واحد اللي هو أمسي أبتيا شهدي بس واد واد أبتيا رالي أو ديجا كاو كاو أنا جا كييجا وكا كين صدي أنا جا كييجا رول كاجي تقال إنجليزي ما لما أخوني رجل أنت كي غنان يا أنت كي غنان شنو اللي ياش يقول درد وتنبلغ لي يكود لين ما يوعين هاي ما لما أخوني ترتمي أرك ما لما أخوني صبغ أخوني نين كمانتا أي كديكتين قل مدوك أيدين شرحها اللي بانك ونن إنجنيرا أديان، وانن إنجنير آه، وتجي ديجان كأنه كشقيو، نسمعها كشقيو، وانن إنجنير بوحة آه، يقولي هم أنت على صراحة لقى دسايو، رقى دسايو كاملة، سيديال بيجي، ليكو كجيفا يلوك، أديات، نيك النوع آه، مركا وحدي بتين، كوه هرت ديجان كينه هرمر ستين، مركا وقول رئيس والو شقيست، والو شقيست ديجان كينه هرمر ستين، وحارتين النعف في لإنه يحي، أمريكا محسن مسا. غريك كان محلو سمي وحي سوق هذا لودك دتك لا دتك نعفي غلي الله سوق هذا الله سوق هذا اوكي هدي مرك اذا دتكي مايلان نعفي غلا انت قادتان اي وحسي ستان بركسا دمكاس وخا لا هي اول بنغا نغا سو جيداي اذا كادنيس انا نوما دني اذا كا دني سي قفل قفل انا نوما دري وحان اوغنا ولا جيدنا وحان اوغنا نوغي جا وحان اوغنا هي مده هدا لغا جوغو بالميا مس 3 اسبوع ورني كان هذا حلبان كديين حتى بيدبا انت لا سو هادلان مخي ودي وايين حلبان هل قف او كو قنعسنتين اسكو رعده سو درسد مخي ودي وايين منك هرت انا وخا ربا ان ارق انو ما فنان كان لا هلا نيكن وا نين هي كلي مانا ارق نيكن نيكن وا نين حنيه سو كنسد نيكن معني قبيل ما متلو قبيلنا معني وما سفريسن نيكن حنيه سو كنسد ليس ساكيس رغنيميس قارك دمبو كايستانا نيكن رغنيميس سو كنسد وا سو دويننا وانو ورالي رغنمو واسود ويننا وهم بليننا لكن ميسانيه اها ما نلغوما ساري كرو ماركتي مرنا ميسانيه اها مرنا ما نقان دونو نين لدهايو خلبان بان ان سيناي خلبان نسيه نسيه ما شقينيس فاميسين دتكي شلي ايدلين ديدودو اها ما ديكرا شنيلياشا هلكي هلكي شنيله اقويانا حل حل بنا شيء جيساي معلم مدح وينه ذو النوقة قيم بذي النوقة ما حكى قلت نادي النيو شني لواي معلم أخوي يهن شني لواي سد آدم وادي ما حكى قلت نادي هنا عقلنا إلا جمر وادي ماي وانواس ما بقى استلهام كم ماي قد ذهبوي وانواس والله والله سومالي أنا تذكر بدن وماي وحال الربع مركينا فانتان وحال ربعنا فانتان حد حل قال نتاعي هالرجال مذوق وحكاه استان سدح وزير كونفر قلب سومالي ميلان سدح مسلبو إن الصوب بريوه يكواس سدح مسلبو إن عروش مد قيركو بيلا إسبورتيغا إسبورتيغا محاكا لتوقتها وزير كوحيين إنه سارم علينا شريف حسنا نبكاس كيني نمانكاس دبضا إن لقاسو مروه مركان هدو وايو تولونا كمد دقان مكاعدة كمد دقان مال أي كوصو قلن مبلغي غنبا مركان هدو قل مذوق بكاسو الله بنو وإلا حساب تما مركان قل مذوق وفوك هدو كاسو الله بنو قبل كبنادر بنادر كالبر ما يا إسكالي دقن دقنوا إسكالان كلها لا البع ركن سودين توا معني مايلان إسكولا ما دقنا حريا من اللتري ما دقنا ور دقموين يا حافظي بمعني مايق كليه وبدين وحنكو شكا سكرتا وحنو مرينا ما انت هدين لتقو ما انت هدين لتقو او عشورتا حمر معني الدورة دي انت لك كينا اوكي سابق خود على مركة ان مقالة مقدشو ايضا كل الحين هل قدوم يدقن ishiis laga arkaa ishiis lagu tumaa ishiis lagu tumaa waa waxaan raa markii aan faantaan waxaan arkay dad khiira jaban miday lahaayeen ma aragtay cunuga calaash weyn qeyra la socda maxaa la magacaysiisay maxaa la magacaysiisay midkan warfaafinta ku xiga way ga maqan yani way ga maqan midkan warfaafinta ku xiga magacyada ma soo qora hadaa haysan wasiir ku xigeenka warfaafinta federaalka ma xifdiyo bal loo soo qora kan warfaafinta hadaa warfaa iyo leenada ma soo xilibaan maahi magacaysi soo qora soo xilibaan maahi magacaysi soo qora muxuu aha aadan isaaq aadiat okay نبر ين حدين دولة دينا وايدهاي. أديات. وبرلمان كده قال لهم. أديات. سبحان الله. أديات. مو كده قال لهم قبلها لو كف سنة يجيت كمعني اللي جاي دول كاس. نينكا هيب أهان وانين دي قلي مفلا. لكن غلفوفت واي بس. مية. لكن اللي بان أهان وحبلا قصو درتي جبلان. وحبلا قالت كوا إنه قهر له
ميلان ما بهذلي كربا ما بهذلي أنا قم بدورن با أنا قم بدورن با سيف يعني نكاح أحمد مذوبة صادر صدي وحمر أجوجي وأكو عسير غير مذوبة وبوبلاند أرق بوبلاند وخي ماضي غير ولا صفتي أحمد مذوبة وعجنبي وجيجي أوكي وح أركا يمان تنكا الصوق رايو قل مذوبة ما صنطعي يمارة محبين عبد العزيز لفت الجرين إيه وح الأجوجي ومعني كاركلو رادينا كاركلو رادينا الله بدو كني الله بعطني سيد بنودا لمن قابك لو قصوا نقلناها أوكي وحرمنا ضد كيني وقادان مركب هل حل لبان أنا كهذا الشخصية اللي الله الله يو نكا ما أنت قل مذوب لكيني أي كان ستاي أي كان ستاي أي صاح ولا تاي نن إيجا قدو إنه جرو مو ملينا نورمال ها فهمي نن إيجا قدو إنه جرو مو ملينا هيب أهان بل أهان ديجان أهان لكن هذا نسأي تهاي حتى هدو آبه دلعي آبه يدو دلعي وحن مرنبا أقولانين مرنبا رالي كنا قنين مرنبا سوق لوينين إن ولا الكي ونغضو هيلب كيراي مقالين تلقلينا دوذي أنا قدرنا لقو حنيلا نلقو سمينا هادي قل مذوب أي مرصادة سيسي سدح يتوبن حلبان مريحان سيسي شان يتوبن حلبان والله ما بيلوت وقودي قانتو هاراو يو محالها وانجالو قلي فاهم بيلها يرير بيلها آتكو يرير صح مركي ديقلي مرفلها دان روهو كلا ترى أهان مركي روهو قل مذوق نان مركي ليسوق ترى أهان ميا مركي ترى لدوهو مانتا مياتا قبيلة دقن كوبي طوان قبيل سومان ترى مركي لدوهو مانتا مرصد وانجيلو كلا أدي لها أربو كيري هدوس غير ويا الدقمدع البور مركا لا قيبيو قيب واحد دقن رير البركات دوبلا قيبنا واحد دقن ايه قيبنا واحد دقن ماركيس معني رير حسن علي خيرات وهو واحد يقعد سبب بس يقدا حقيقة هو اساسا ده اه وهو واحد يقعد يعني الدقمدع البور كليا ما دقن رير حسن علي غير كليا ما دقن اوكي رير البركات كليا ما دقن اوكي مركا سيدابه كل على مركا ان ايغا اي قلمدوك اي ربان اني كا قاطان ميلان شن اي طمح اللي بان هي لبي 8 حلباني قاسي حسن علي غيري انت ميا كوفر قلب وحي كذا البن 13 ورر غيرك لي 13 غيرك لي مدهد لا جوج 3 اسبوع وحي لا كلمين لفت جرين وحي دهن وحا وباهنahay ما دام ان ديغان كناي مالن 13 حلبان وباهنahay ان لا سي انا بس غير غيرك لي غير بس وي دمين كوي كلا كوي كلا وي دمين ها او حسن حلبانو دهن وا 95 ييغا 13 اي ربان حسن شيغو كو دمين هي ان دعدو دمين هي ان دعدو وي دمين فهمي ميقي هلي كران مرك وحي دونيا الموست اللحدن اني قاطان اي ربان اوكي ما يغنا او قاط صدنيشن صدنيشن مان اللحدن كم حلقه بدلنا مرك هل حلبان او ديفلي او دو هذا صدورن وحن هبين يا مال او تاغنا وحا واي اسكديد وحانا كسي ورني ودد كان عايرين كدان كلا بحنا كور وحنا احنا سينا وحنا اني كمرنا نما يو معني لكم دينكم ولي ديني هدي اه تكورن معان دد كان وحسوك سبل حدود ما لنا مي هدان وح اسكو درسناينو هير شبل وح اسكو درسنا ولب ايغا نودو وبي بيليهين ايغا درسناي ما انت معني هدي عيدما حتى لا اسكو درسن ماغو ايغا درسناي لكن نيمان كان رير قلمدوك war hir shabeel la aday wax ku darsan waayeen ay maxaa isleeyeen oo ay darsiin ma taban garoor wad ogta ma taban garoor hiiraan ay hoos tagta ma taban garoor galmudug ay ka tirsan tahay degma galmudug ka tirsan waa laakiin dadka degan hiiraan bay wax la qaataan tabeliye wax u qaataan marka dadkan aday wax isku darsanayaan walaalow maxaa way isleeyeen anaga ma yaanahay qoomiyad kala annahay maan isdeyno macnaheey ayriin ka maan ku kala dhamaano maxaa macnaheey intaan oo dhiba macnaheena dhaxgeliye ورفيري قال مودك معني الشباب الله واسئ مسا كيلومتر او دحايسه 750 كيلومتر او دحايسه ولي ما همينين سومان ولي ما همينين اوكي دات كان انغا سيده واخ اسكو درسنا اوكي ملك لك ملك دوان كو شيغا بونتلاند قال كعيو لباي او كلا برنتا ماي كو درسان قايبنا وا بونتلاند قايبنا وا قلمودك بونتلاند وا غوبل يبر ور مودك كليا معني ما اسكو بيرتو او معني قلمودك كو بيرتو اما بونتلاند اي كو بيرتو ييغا اسو دو iyaga markays ilmaabtiil meeda iyaga macnihi xuduud leh war iyaga isku magaalo ah maxaa anaga nalogu soo qasbaaya macnihi 700 kilometer maxaa maygan wax isku darsanayna leeyahay sheekadaas waa sheekadii suul hadana fuud ma yade xuduudna malihin marka nimankan adiga waxa ugu shaay nimankan inaan kala dhamaano maayo dhageyso maayo waxba yaan been lagu sheegin hadii wax la isku darsanaayo قال كعيو الله بيقو قيب سنتاي دقي سو دقا فرمايو مجلسان وحلقة بسن الله ور قال كعيو الله بيقو قيب سنتاي اقار ويني ايه تارك واتقانا
تارك وحوي هتلك تارك وعكويا له وقوي قال كع عكويا له عجر وينو عكويا له كونفورت عكويا له ارتوقتها ماركة يصير يعني ابتياشة ماركة يصير قال كعيا له واتوقتها حدودها وحرمنا والرجال مدوك هذاي وضد وحلقة يبصنا أيان ضد إيش كلها جديين إيش معني درسنا يهين وبونتلاند هكودر صدانو هاي سكودر صدانو سيدوا كله هذي درس كله الله ربو جيست كلهنا يرشبه اللي هيران بيدرس ليين هكودر صدانو ورعناه قدت كان إيش كله قدنا منين درسنا منين صدق كي صنانا وايز دلني حتى أنا وفقنا وحبنا ما دحيو اسكدين منين اسكدين منين ووري صوت ما تغنى دين تيدو ما اوغلا دين تيدو ما اوغلا قلمودك ان انت تغو اسبارا ان دكتور دد دحو ان كفسدو قبلي قلمودك ان كفسدو او ان ما اركيس رغا كفسدو بابورتا ان غبو دين تيد حنيف كان نبي محمد عليه الصلاه والسلام اي ما اوغلا ويديدا ويغا حرنتي لكن من كان وحي معني بنيستين وحي الهي حرمي بي بنيستين سيدا دلاادد اسكدين منين باشا مركي ماشي عمريسو ها ان عيرين كل كوكالا دمان باشا مركي ماشي عمريسو كان عيرين كان كوكالا وحبايس كو مدرسة كرنو دادا انا ليا باي هادو لي نمان كان ماركتي وافق كذين وانا اذيقو ويل كمايقا ديقلي مرفلا قولا شي ما يحسوسين كرتا اووغا ميرو قيل كو داعي مجرتو ما يحسوسين كرتا وليقا يساقع العليسة ها او معني قيلي سالة داعي واكا نمان كان بكول دقن ما يحسوسين كرتا awuga meelo isbaara ku dhigtay ma i xasuusin karta awuga meel uu deegan dadu uga duulay majirta dibka kaas aan noqday ma tiralana qoys dad aan noqday inay duulan tagaan waa fiicnay waan isku difaaci lahayn dibka kaas aan meeshina ka dhaqaqaan ha waayo fadhigooda mar walba loogu yimaada dhibaatooda taas aan keentay marka u soo naqna marka meesheni xilibaankan laga soo doortay قال مدوك لقونا الرهادين هاي إن حل إبان اللوجة هلو إن حل إبان اللوجة هلو ما ركتي ميلان أنا هام وحن قباء ده عاد مركي لقاه أنا هام وحن قباء وحليس إن لا إسكيل عليه أنا هام وحن قباء كل واحد نقان كرتها هرتها ميد كرزاي وربع إن وكل قو ما ركتي قلاسي دعي ليجي دعي ده كلا قدر دعي حل إبان ما يبين كير أنا هاد وحن كل حقي جنا أنا أوجهي أنا أوجهي أنا قال سوى صور حريري إن نينكا نين إساقا إسواتو إساقا إسكانوية نين ديغانكا دقن ديغانكا واحتر كيسا يوم ما أركت أوودي سيحوقي 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 ديغانكا قلنا يا حقو بكولي ياهي حقو بكولي ياهي أوكي مركا إنناقا ما أنت وحن ربانيكا قلم ذو كسو يجيدو وحقا نغولي ترى أهان حق نغولي تي أهان حق نغولي إننا لا تصير يا بحق نقوله وحوسه دو أرى وأنا سدوا الترسانينا إذا جيت صرت حوسه دو وحوسه دو وحوسه دو ده تقل مدوك بيكي ما ذينه ماشي يدقين هنا ليه ماشي حاس على خير وإذا أنت كدقن ماشي مرصاد أنت كدقن ديجان كمايلا هذا اللي جاي كان النوشك أبي أنت ولا كبر حق يدقن يك مهلب ماشي أفجوي دقمده أفجوي هاستي ما يدقن هل تولوين كيدقن نوشك هل تولو وده مرارا له وإلا دجان بيشة ما عرفت يبصر ده الحال حتى ما أنا إيه دجان وحسن علي غير أيام لحظة ودمع إن ودجمة وبدلو سئونين إسقى إلى ذلك يوصل مش وطن كورتك نانك قيلين أوكي مرك حتى مركي وح الورق قيب صنايو وأو تقيب سو إيمانايو وحلبان لجاهلايو ده كدجان وإني نخان كرام بقول كي بشان بقول كي با شان معناها دقمة أفقوا يوكلا مركي بقول قفاض لتدي بشان قفاض والرجال مذكين لقاها إنه صن إسبارة ديجانين إنه صن قري وذنين ما إسبارة ديجانين بقول كي بس قاعد شان الدين نقدان وتوجا مركز سكرت حنكون شيء قارته بقول كي بشان تحنكون شيء قا بقول كي بشان تإنه هذا نين ديجانه إنه هذا نين مارتي ديجان كوسو جيني ناي إنه هذا نين لقالة أبو راي وصن أهين نين قري وط وصن أهين نين كو إمارة توجني وصن أهين نين إسبارة أطال وصن أهين نين معركة دتك لباتينا مركا أنت دبل يسوون غضب ولا ليه كرادت كان حتى هل اللي بنا لور هذه قبل كبنادر ما حكنا عليه قبل كبنادر إنجنيري ليسو الله نحن نستمركم إيماناي هل حبين بانكل هين هل حبين بانكل هين هالشي حبين ودجي
قبر بيايد حقيقة قبل كبنادر يايد ودجي محارع عمرك نين بنت لان كي ما دنا وحلاقة دي قدومية وحا هدا أخانا اون ربين انا الشيقو هالقبر و اندر كوفرا اندر كوفرا فامي ورير كلام معناها كوجوكتو رير كلام كوجوكتو وانا كيوت كوجوكتو ماي لان واي اصلا لكن ابتياشي لا ابتياشي ادي ات وحل كايسو هدان مانت اذن ويديو حتى قوة مضاحة كأه ماركتي ميلان ميخانا حتى قوة اللي بانضا مانت وحيو هايستان غيرين يكون بيلتاي ويستان اديات هدان انه قبلها اي شيقة ما فهمي كرتان دقمي هايستا عدا دقمي هايستا عدا يتهينا متى غانين ويدد وماي ابيهد وماي ويدنا ماركتي وارير غيره اوكي مركا مركي انيقا اي نقاطو انان ابتقاي كو ابترسدو سي ان حل اوغاه يلو حل واجبتي قل مذوق اما مارتي قبلك بنادر اما هير شبيه لبعن ليه ويل كهير شبيه اما قل مذوق اما بنادر قلنا شي سو اساقو ابيه كو ابترسان هايو ديان كي حلو قلكنا مردعي كاري سواي مركا وحال را مركي انا اسكونا قطان هبين ايام مالين وحا ان اسو جيدنو نيكن هدا اجيدان لبسا عدو سو سعودي ادنا لك ذلك انيقنا لبسا عدو سو سعودي meel dhaxaan isugu nimaadnay si arintan maanta dhacday aan uga hadalno waxan har iyo habeen waqti u gelinayno waxan har iyo habeen nolosheena anaga caadiga ah ee qoysaskan leenahay iyo maareeyta shaqadeena aan uga hormarinayna tan Milan waxa waye berito in gabadhii laga qaaday goolka Banaadir ay markii uu imaado gudoomiyaha maareeyta gobolka Dhiikan tu meeshan waxan ku joogaa maareeyta xaqiiqan ku joogaa awoodeena ku fadhiya dadkiin ku fadhiya dadnimadeena ku joognaa aysan qanin xubintaas aan maalin idu ku sharafno idin ka qaadanay maanta gobolka Banaadir markii la dhaho hawiye iyo digli marfle markii laga reebo dadka xariiha militariga iyo suuq markii laga reebo dadka African Village iyo maaragtay xirar Ruush iyo Bangaariyada iyo jaamacadaha iyo xariyada xariihii dawladda dadka degan markii laga reebo xoog macni ku degan xoog ku degan waxaan dhigi karaa 460 mugji waxa degan Milan wa ashuurtana iyaga dhiiba ganacsiga iyaga ugu badan iyaga difaaca bakaaraha maanta waa maanta arag suuqa bakaaraha maanta baqaar ah dhax istaagto aagasho oo iyaga hin majiro abadan okay hadii marka aan laga siinin gobolka Banaadir ee maaragtay aan laga siinin matalan oo aadan waxna kula hayn soo ma ahayn inaan ka helno dad la xisaabtamo maamulka gobolka Banaadir arag anshuur baa waxa la helay labixiya gobolka Banaadir Puntland way naga anshuur badan tahay dhaqaalaha gobolka Banaadir laga siiyo waa naga badan dhaqaalaha maaragtay la siiyo aduun ay ku roon yahay ee Milan okay maanta yaa Puntland ka soo jeedo oo muqdisho dhaqaale soo geliyo ma jirto okay wa markii inaa helna dad la xisaabtamaayo gobolka Banaadir wa in la helaa oo dhaqaalaha dadka Milan ka soo jeeda ay soo geliyaan gobolka Banaadir la dhaha divide by 3 sadex noogu qaybiya qayb dawladda federaalka qayb gobolka ha qaato inagana qaybteena waa xaq aan leenahay waa dadkeena soo geliye kadibna wixii dawladda federaalka ee maamulada kala siinaysay markaas xaqeena inaan helno way arag deegaanka waxa soo gelisa dhaqaalo waa dhistay guriya ku leedahay hantida ugu badan ku leedahay dadka ugu badan ku leedahay askarta maanta maalin walba ku dhimanayso ee qoriga sidata ee muqdisho joogto waa dhalinyaro Milan ka soo jeedo naam boqolkiiba 90 ciidamada darbi lagu leeyahay waayo ya way maanta ciidamada maaratay sirdoonka lagu leeyahay ama lagu leeyahay booliska Soomaaliya way baarlamaanka daraad mar uu isweydiiyay ciidamada markuu ka hadlay wuxuu yiri konton iyo 2000 oo kale waayo yiri Soomaalido kale marka la isku daro 2000 ma gaadho yiri maayiga kaliyana waa 32000 inta askar ee macnihi dawladda kaga jirta muqdisho joogta okay hay sidee baa ku dhacday markii askarigii aatay ganacsadihii aatay deegaankii aatay aniga waxa ku dhashay degmada Dharkeenley aad iyo aad Dharkeenley hadii maanta la idho guriguri ka bilaaw xoosh is control ka soo bilaaw waxa ku geysa aargada maxalla ii sheeg aargada ku geey haddana wada jir sidoo kale jidjid u xisaabi geed geed aad u taqaan boqolkiiba 99 waxa degan Real Milan adiyat fami adiyat xafadan digina kooxa ka dhisan Arradi Star iyo FC Dinsor iyo fami adiyat maxaa keenay in dadka ay saameen ugu yeeshaan hadii san meesha deganayn adiyat waxaan ka hadlaynaa maahan waxaan ka hadlaynaa maahan maaragtay maanta iyo shalay iyo darad
وحل هلا يا ويل ميلان أنا جبا عن نقضي أبيه وكل شيء مقدشة أو وجي وكل شيء أيدي سي كل رتي ما اللي هلا ويل رجل مدي ما دع كرز ما دع كرز فهمسين وحنا وحنا كل هذا وحي حق أقوله هيدن مركب كتكتين كني أو سماري ده على الله هيدن كني أقوله ده أقوله هيدن بلدنا كوي ما أديا بنتلان وحي ديدي إن لرقي بصدى بنتلان أديا إنن أندارات هين وقيسيس داود يا الواتس أب كشاشة ده إنه أقول قرنه وفرني هاي أفضل بل بضد دقيقان سينين هاي كسر وي ديدن إن لرقي بصدى بنتلان إن قفها وياه أمر حوينا أمدرا وحكي نقضه أوكي وي بديده وي روحي وي ديدن بتاتن بقى وقول دارات لهن عدك الوسوق اللي سمالي نعم أوكي قبل كبنادر وحي كل يهين ما تمجرتين قدومي دقمو مال اي كده جايين واح ماهن قدومي واحد ماهن يعني مال اي كده جايين لماركو مالي المه آبهي وطلالي اي دقن مقدشو يا دكتور كبنت لان كسو جيدي مقدشو دقن والله كوا بين الابدا وحا صوع طميسة روس مرقوس ايا صوع طميسة قضب كايا معني توسان او عينا قبل ناسي وعنوان كعلين دونا بيين الله يباري مركا انا سيو ذراي وحربنا ان حسابتن طبقوا بلاده ان حسابتن طبقوا لحظين او بلاده إن حسابتن طبق ضدك الصومالي ده ما ركتي أن لا حساب تبينه أو بلاده إن هل حل إبانة أن لغوص الصبي وحمانت إنك أنا صوّضي أنا إصوّضي إنت هنا أنا داو نيسان وحواي إن وحي هوري كل دار شذا هذا إلى ما ترى روس أصوغ شيء قدومي رالي نقول روس السلام الله عليكم قدومي هم بلي حلبان كسوت كيسكو وتجربات كيسكو في إمامة الوسطية أبي أنا أوفر أفرم مثلاً وكم هاد علينا صدوق واقفتي كرس دوغي ما كسي وح كرو ماشي يا يال بلا غير دول بلوك وحاول ان كلي ابيو وتوريري يا را هدي روزي يعني تفسير يعني واسوال يا يتور هذه روزي هدي ان ويهن سيده ايغا اي ربان با سيده بكو دعده بيش مريحان ان شان 12 خل ديبان لا سيو ديغي لي مريفلو مانتا ان اوغناهي بوبليشن كا كونول قل مودوك بقول كيبا صدن كان نقنايا ماركي سوماليدا كان دلن حسابينا ما عرفتي ان أي هلان حال حلبان. ولكن أنا هذا أكون شيء جا. قمت عذر كان كنسر كلا ده هو مؤكد إنه مطهر النبر ير وبلادنا. مركز دم بقون ضع عن. مركز دم بقو بقاو أو فافو. مركز أقول دم بيسنا أو قال هي من سلرك. سلرك دي كنا إنه لقب صدوق قالوا. وماش بتعطين لجوي إنه قطه. ها. ولكن دكتا وحي أمين إن طول كان هوي يدارو ليه؟ نيكا مريحان إيه نيكا عبر جدر ويسكوها تقصيه عاديكا مركا نيكو كويس لوحو يهي دار نير مغالا دلقبو أنا أقوب بدا وقولكي بسرعاش نيشان رحوين واي سرعاش نستقال نيكو كوحا معايدان مريحان واي قربهار ري بقولكي بسرعاش نيشان رحوين واي وحا حكو كايدان مريحان واي باديه مدقو مركا عاديكا جيم كاسا هورتكو قلي عبر جدر هميكا قلي انتو كيم wuxuu qiimid hadii ma mareexan guuray miskiis oo gada intuu qabsaday oo ku adoonsanayay raxweynti marka isagoo shabaab uu u bahalaynaayo marka uu u bahalaynaayo isagoo dawladda adigana maxaa ku diiday waxan kansarka gadu ka soo bilaabay maalkii gada laga farmaroojinayay adoo soo taagan hadda ka dagaalamay leed oo diilahay kiisa shabaabka ana dhaw kiisa kalena dhaw qaxootiga bixiya maanta maartay gorgortan horta ma gashay shabeelle adiyat soo dad ma adiyat gal muduk ama niman kaan habar gidir ilma ala rayaal oo xildhibaan marabno xubni aqoon maruqas bana bo
أني الرأس مرقوسة ده إسم مجا عاوزين مرقون المفضانة هذا الإنجليس ده نوم مجا عاوزين مفضانة هذا كمية مي وقالوا الباكة حلو الباكة إيجا حرنا إسوه جار المكسو جاري وإيو عسكوكا يدرع بكلاس أيوة شلو يطالوا من ساعة وير رايح رعيال مساكين الله قيبين لها أدقوا إراشين ودمي وأغي موحي دعاي أفر قفوت وصري قاسي وحوكو فرجي أفر قف وآخر أدري حمر جزري وعليات هذا اللي هانا بسيران وطنه او صورك محمس يا برؤوس يا ريا كومنتيه ما انت ما هو قوضك على باي لفتقران تاقير لفتقران تاقير لفتقران تاقير محا عديق ايا لفتقران ميا محا عديق ايا لفتقران لحظة ينقلي وحا قلي لفتقران الدمار إساق الدنتي سوى بقى عديق على والله هذا فيريا والعروف إلهي هلقع السلي شباب ككهر قبل كنكذو وحي أقوليين إن نلم الريحانة تولو والبي يدبك أستلوه أما قعاوه نلم الحوالة دي لما قعاوه وراقي أصول ديها وكتلي إليه إيه شبابك قبلك شبه الله هو سي حتى نوحي كلي سيريا سيري حتى نوحي الكلي قال المعركة عبد الحينو قلوم عجسوي كمان يوم ما كان لشيك السيري شيك يعني كمي طاح وحل لياب وحاكمت إيه مركة أكم رايض وكوها بشدو الكليين ذاتك لغا كان يعودوا ولا اللي أفكي عم شبابك صار الله يساعي هذا البار غير يدير بهالريد ماشي لو قد ما يقول لي أفك الشباب كفو الله يسا لو قد يلا قد مرقوينة يا لينك الشباب كدور ككتيرنا من راح وين عاوة هدو اسكسوا شرحوا تولى كمد أه دول كم قدو حبروا بك وصينا أوكي لو قد ما يقول ولو قد شباب كدور هذا لك شباب كلو أم الله قد يقول راح وين أيان أبولان إن من راح وين أوحيل كقبت قدو أنا معلمة أقل إنفستيشن أو كجور تولاي كمان بس كده جنها للصورة دي وراح وين مسح رمته ورمحا صنع رمبر لبه وحالة سمي جورك الجدار راح وين في الجدار يجي على قريبي الله يشكر جري نبى نيك كلام من دي قطع روزي شباب كده مريحانة قطع لنا أو مش عارف روزي تامر كده عن كلا جورك شبه الله وصل أصور رجنو ما دع على الشباب كجورك شبه الله وصل أصور رجنو ما ينعي السوق أنا كوا شكلك على قبل كان صار كنا بروايان كلهم هو نفاسا أديك أنا أديك جلو وكان للاهلين هذين والبطل يلون حوين على الغلا يا جلو فاس من أختي لو قدم ما يجهر وحي جار يدك الحوين تهاي إلا الرجال جلو ما يقنن حسي إلا طهو هذاك ولا شيء شابني هذا كان ملحوينه هلا قاعد دقي طوال من باهي كان ملحوينه هلا قاعد دقي كان ملحوينه هلا قاعد دقي الجدار لقاك يعني أبا كف أنا أفك ما يجي أصلي أولي بس صح هو أخوني كاعد في دارني ذكي راح وانت هاي جرنا جنا هرو إجت سنين ألفوا من محات الوحي ويا هذا جرنا إن عبد الحين أنا جا إيه هذا وهو يب مدرسة وهالسجن يسا أنا جا وقاس حسن عمل الله هذا وكله وعوق العين عند المريحان عبود الله يكرو درس وفق عند المريحان عبود الله يكرو أطول دوين يدور وقاس حسن وكله هذا كلنا وجود تبادية سيري ما أصلا حاولت شيء كسرى ويل مقدش جوه وروحنا إلين كارت أمان محل نوع اللودو دار هذا ممكن الوش الدولامي أو بار دار الوش الدولامي أو تولويك نبغى كنا لوجالي مين أن كان اللي نشوف عروسي what's going on right here شو بيلي كورنتال اللي تيجي بنتي خاصنا على إني كروا على كل اللي قلنا خاصة ما حا أنا أضل يحمل كم صار كم شو كي متبوا الجلي من حقه تعبنا غير جل من ماشي كم صار كوي متبوا الجلي دار هذا وين ماشي تولويك الوقف صدر حوالين بار دار أو اللي تولوي مسيا إلا ما هتقوله كمان بار ديري أكثر قوية من كل إن عشرة بار ديري كم صار كذا عشرين خمس يا بري والحب كده جي كده جي أقصد ورولا راح مكوش لا راح وين هواري قطع هذا البيضة الله شو صعدة شرع الله تكتي جلنا تكتي جبويك سيلا ويلس جرير وينه ولا عليها جرير إلهي هكو بركيه إلهي هكو بلا عليه جرب كي جاتها وإلا لا تي ويلاش جرير وين إلى جبويك سوء عليان رجعت مش نقول دور كجلاد بجعل ما إلى جبويك سوء عليان نبي من رح وين أرتج جبويك رجع الله ما والله أوكي أوكي ك
kenyaabi markuu tagay baydhabo wuxuu dhahay 400 sano ka hor xaafad baydhabo kamid waxa ku taali jirtay masajid ogaadeen la dhaw arinta ka hor مريان ديمتك ما عاد العيال رحوينا عيد الوا والدوالهم مسوالينا انا امي لفت كان دار رحوينا وحان هاي اطيو في سوريريه او ييرا مريان ديم مريان ديمد يا ورياك هاي شلاي لوكي ابد كان عليك مسجل كل سيريت قحوتي نبل او قادش سرعه واحد ما انت اللي لاي هاي اي لاي تو سبك تفاي سو جيرو او كون سيال بقول سيالي كونتي بكي مريحان ايغو بختي حلال او يهي او دمر اي شو قشه وطو intee gabadhi maadeen masagada la siiyay maanta kula hor taagay fiiri nin mareexaana oo isagoo dameer baxsiyay isagoo soo cunay gabadhi oo wiil eelay ah uu siiyay dariif oo uu siiyay caano ayaa wuxuu maanta aniga la soo istaagaa naga eelayd ee suusta yaa heerkaas isgaarsiiyo annaga isgaarsiiyo kan hadal gidir mayuu iska qaadacsiiyo shalay leenuu isaga leeyahay adaa gaarsiiyo oo waxaad u ogolaatay toban nin hadal gidir inay gabadh fuusho oo aadan ka hadlin walaalow ma ma isku sheegay isbaarooyin kan ka hadal jiray oo qadiyay ni abgal waxa tahay kufsi iyo dhac anaga raali ka noqon raali ka ayay eedaysaa anaga raali ka eedaysaa adiga raali ka ahay raawena raali ka ha muqdisho waxa lagu leeyahay waxa la gaaray ay nimanka wiiraadaan iyo daarooki nimanka ciidanka hubka wato ay yiraahdaan xariyaha aadayna masiila weynayna eelay wada noo joogtay war 12 jir bikra aha laga soo helaa nimanka ugu badan ee hubsiga muqdisho sabar waa raxweyn walaal aan runa isku sheegayna aniga wii daarad markii idaada lafta gareen anaga keensanay xildhibaanadana daarad iyo hawiya qaybsanaya eelay ee xunta aams wallahi waa xishooda hoosan tiriyo waayo ma waxaan wiil ka sugaa wiil ka sugaa muqdisho jooga qori wato ciidanka ah oo wariyaad surunta lagu bartay gabdhahoodina lagu hadfuulayo war maxaan waxa ka sugaa nimanka danab baan nahayle ee shalay la jooga ee gabdhahooda lagu hadfuulo warwaala raxaween rag malahan raxaween rag malahan maxaa gadmudug ugu haystaa raxaween xiliyo malahan raxaween dadnimo malahan raxaween bakhti waay waa eelay uraayo walaalkay anigii adigii aadan adii kar nagu dhaca oo nidhimanayno nothing more waa malaayiin qof uma ay baahna xataa inay xabad ridaan hadday baangale qaataan waxaan way muslimiin karaan ajaaray kula ugu soo wada qaban karaa wargale keliya lagu yahay boqolkiiba sagaashiyada raxweynta ee nimanka ragga hoos mirnaya markuu nin mareexaana hadlaayo ninka shabaabka ana waa nin mareexaana duurka ku jiro ka dowladana waa ninshabaab hadiin abaaya arag morian dimed morian dimed morian dimed absolutely morian dimed ka waa abuu mascab oo nin mareexaano reer cabud rafo refiad xuseen kan duurka ku jiro kan duurka ku jiro naagtiisee magaalada degan wax cabiiro kanan adeerkiisa isbaarada joog taa annaga suugan that's right shalayna taasaa ka socoto walaalkay maanta mukhtaar geneya hayna shalay toola mukhtaar rabo inuu waxaa la yidhi qabiilad ku rabtaa waxa kurta ma aragtay maadaama uu leeysaan yahay caw profilkayga waxaa saaran mukhtaar geney facebookkayga mukhtaar geney nin hubeero waaye war ma leysaana isku nahay raxweynay raxweyne hooyadaa was rag malihidin laga wiilaa la socoto ninka la yidhaahdo ee mukhtaar wiil waa hariir wiila waa leysaan wiilkaarika hooyadiisa maanta waxay wateen niman shabaabe amarka yaa soo bixiyay abuu mascabaa soo bixiyo nin mareexaan lafta gareen haduu yahay lafta gareen abuu hariir dan ku hayo marka cunugaa taan inka hooyadiisu loo watay salaalad la dagaalamaysa yuxuu lafta gareen u hadigwaaye walaa runta isku sheegna rag malihi annaga dii raggeeda la isku jeediyo amar walbalaay cunugaas hariinka hadal geesinima lagu ku hadlo iyagoo ka soo goostay nimankaas duurka ku jiro ciidankiisa aan gaarsiinna rasaab wuxuu ku leeyahy
ولا مبين عشان مايا مايا لكن وإلونا تاوى تاوى إلونا ما تنفرماتي وحاكي أسوى الدارات وليهم مريحانة كنسوى بيدا وإن صحيح هو والولا لو رضا لسكو شيء عن مجان رجلهن شوار شنصني وايقو محاد تريو دورك إنه وجبك حتى عزيزنا ليرد الجو صدوكي إيه حتى وعلذن إيه ومركا يروب صدرا عبدالحينو عبدالحينو ضغوة حاكي اللي مرة وقرله oo markay yurbi ma dad baa hawi ah idaarada aan igeeki mari idaarad baa yaa ku qoy jeela ilaaha kugu daariye ilaaha kugu daariye ilaaha kugu daari abdirxiino aado eelay sibri wiilkii si sidana wi idaarada eelay sibri uu ku xoto eelaanima ku dhimana ku sheegata may waa dhimashan ka xiga dhimasha kurdad ma ka itamti aadi aad anoo aan la ogaanay afyaashay waayay baa raakan wal diida ogaaday laakin kuma abdirxiino waa najacla hada shirarkii laakiin xaqiiqo waxay taabaa ee lay kibraay dalay aniga ninkii Soomaali oo ku xoojinay aqoonyo ku xoojiga qaadin jiray ayaa awoogay maxaa Soomaali ah waaliga diri suuq maxaa Soomaali ah mushkaalada kuma siinay samiya war maanta markaa aniga suuq waxaan ku waydiinaa waxaan ku waydiinaa Yurub goormay bilaabeen inay ku xoojin qaabilan kontaniyo kontaniyo okay kontaniyo kontaniyo sagaalkii kibdiga bilaabeen kontaniyo lixdi okay kontan ii lixdi annaga meeqa sano kadib aan qaadanay xurriyada lixdankii afar sano kadib lixdan okay ja already annaga ku wiin soo agdagay dad la sharciyay la qaxootiyay oo guriyo la degan oo deegan ay ahaayeen sax okay absolute horta Soomaali waxay dhahdaa arab maaratay maama laga soo guriyay jirta maxay qeyr ha sameeyin sharku ma timaade dadka maanta inaan wax la qaybsano aan rabno ee aan xildhibaano ka sugeyno ama wasiirro ka sugeyno ama duurka noogu jiray Morian Diimeedka waa rag markay maahmaah hayaan dhaw rag iska dhicis ee rabbi ka cabsi meel ma islaama galaan waa nin diyaar u ah inuu gaaloobo markuu wax ka rabo ma fahmi waa nin diyaar adi meeshu aabaha ku baray sabra sadkiis helo iyo afdaboolan dahab isaga waxaa la baray haddaa rabtid in ninka faca aasad bursi ku samaysid ilaahay ka furo marka hore sabab waa qadir arag qadir dhulka waa naqa waxaan rabaa marka dadkeena arag dadkeena waxaan rabaa horta waxa arkay dhalinyaro ilaahay ha soo hadiyaan leeyahay malaayacni isku haysta kuwa North America jooga kamida dhalinyaro wadanka joogto waxa ku sheegay markay hawiya arkaan hawiya sharqo markay daarad arkaan daarad sharqo ee Cabdirxiil aan ku sheegay nin Ismaaciil Bool iyo sidii mukatabi aniga aan booliska ku dacweyn jiray dalalka gelin jiray aad ninkaas waxa in soo diray niman maraxaan hadda ku dhaxan waran taara waqana iyo muddo magaalka jooga nin mariixana way reerdii illa dhow sheegaya waxa uu abkoogay ama haski yimid oo ka adigana abkoogay intuu ku yimid dibsaydi ama abkeelka waay aan abka maneeyay edo hada aan ku xutiya qaadin dadkan sidee marka rosey dadkan hada ka yimid Cabdirxiino tiri marka aan idii ka qiyo ka qiyo ka marka waxaan daa edo anay eelay kibrinin wadahaa horta boqor keena ahay oo kasoo faracanna qaxooti uu qaabili jirayaana qaxootina waa leenahay ishiibina qaxooti waa leedahay raxweena qaxooti waa leedahay waa ka siman mahay laakiin aan tahay dadka dhaladka alla ma saabsan waayaana egoseedii xaq eelay ku falay hadda ee maxaa ku fali waayaana asalkaygi buwaay adi abgaal maxaa ku falayaana waa iskama aad ugu ku kala tagnay hadda xil dhibaatigu u sharaxay farmaajo lacag laaluush xijaab kaga soo buuxiyo wuxuu yiri gudoomiye baarlamaan ku roobay ina adeerkay hore waa shirmarka saykoonde isoo ku yiri eelay ninka wali waxaan ku sheegaa ninka wali waxaan ku sheegaa adii baarlamaan waxa sheegaysa xil dhibaan in loo wado gudoomiye baarlamaanka maxaa lagu wadi way way nin mareexana way mid ka fiiri geeladaada beel ma laha way dii qad geeladaada nin mareexana oo reer xasan ah magaca geelada xil dhibaan ku oo jooga magaalada muqdisho oo kale halka ku jiro adeer geelaliina waxaan kama qaban karaan cabdifitaaxa laalo waxaan cabdifitaaxa say waxaan ku dhaceen abaay waxaan markay dhaceen aragnay ninkaana markay farmaajada doorto uji kalo noola soo bixiyo
أرين كان مختار رضا وركل وضي أيو عبد الفتاح الله الله نينك الجيل اللي إحنا دبانك نينك مريحان أي جيل اللي تشويش كفري وعكوي رنيهم وارا من شيء تكون في جدول وكبر سال على كل شيء ولا لا أرين ما أسي مختار رضا ورما نينك الشباب كذلالة تدعو كواسة خنا سوى والله مركب مختار الله شيبة أنا شو أنا كصوفة كل كلهم مركب شافي يري إنسان كرع ما يوحد ويري نعلى كويا الملاك الجيل اللي كم دولار يشتري ملاك الجيل اللي كل سجل صاشو كشاف ريسي عاونا وحال هو ما نينك لأنه محوقة هاي اسماعيل بولي او مركو اسمين انجولي نين مريحان وعلى الرنما اسكو شايدينا مسبين رنما اسكو شايدينا مسبين راحوين هال من واجبكو اي عاوة اني اذين واجبكو اي بان جدا الى الوقود دقال مسيري اس دي ام تي هذا مش تجاه إنا ديبوا يا ملاذ. أفرد والله إنا الله وسنا الرحمين لقولي كفرت بالحلم مدين. هذا محاي. هذا محاي لا هذا يا الله محاي لا. تا أرما فيلين لو قد رأيه لقسي عيال. والله ما أريد أنا ما أدي كل هذا ولا وصي. نما وصي نك والمعنى نك وصي بقوة عليك صاح. هادي أد وابا ورنقوا وينه وضاي لو قد فصيحة داي لكوكوش يا آذن قوانا إلماء كون شيء هذا لكوكوش وعلين كفا وامايا دي على وداري جنرال مهن نصباك هذا لكوكوش وعلين كران روزي ميلبا نحن نطي أرق دي ماشر ولا يوبا أنتي مختار قلعي وكلعي وبا أنتي ويرجع النبي يسمينا هريني يمين اللي يسانيه Rosie, radio ليك انا كفان انا فيديو كوسو دراي مدعي عبد الكريم وريري ماكاي دوما يان اي كما جيت سلام يان مدو البدلاله دي كان دكا وكسينا اذا كما تعمل لي شي ما قاعده ما دك دك سي سي ما لك ما يا ما جيت سلامي وعمر سايلي ديلا يان ما دايرو اي زياره ما هي واي مسك جيت كنا على ما سينا وديارا ما هي سمعت فهمي كرتي واي مركا ومختار جلي مختار رموي اللي ما كان بالك او ما كان مره اول ما قلق اي يجو صب معايا الصواي معي انا معايا ما كان وي ترى ما كان رجع ابراهيم بولا ده حراسي زياري ها ورم روى يا كوكا والله وركاس روى يا ابويا بلايك دعوسه ما عرف الديسور بديله مختار جلي عبد الكريم يا وحار زياره الى در وحواليه
dadana lagu leeyahay maamul waaye madaxweyne waaye wasiir waaye inay soo fadhiisan ee ajandahooda uu naqdo niman firinjooradooda u buuxo caruurtooda school free u dhigtaan wadan nabada joogan oo kibir iyo qooq isku haysto in ajandahooda uu naqdo markii xilliga ay horta waxaan ku sheegaa markii xilliga ay arinta ka hadlaayeen nin sacada wuxuu galay xirada tadam oo ilmo yar ku dhameeynaayo shabaab la soo beeleeyay oo Morian Beled ah waa waxay jidka u galeysay ciidamada darab oo ku macday horta way ayaga deegaanka inay difaacaan diideen ayagoo 90% baa radigli mirfla maxaa keenay arag maxaa keenay Morian Diimeedka inuu weerari waayo Morianka isbaarada u taalay qaadi dariiqa ah ee uu weeraro ciidanka maaragtay lagu xareeyay danab ee la rabo deegaanka lagu xureeyay waa su'aasha la rabo in la isweydiiyo marka Rosie Wuxalamina nin walbo xil doonanaayo oo na rabo in lafsa galeen camal uu noqdo waxaan leenahay ziyaarayo aad ka raacay hadii shay walaalayaal shabeel kaliya ku korso xidhe kan sanka gabu fadhiyay lixda gobol meel fiyow ma laha aad oo ma sataros qaar badan iyo rajeena sidoo kale walaashay okay taasi waxay ahayd roos marguus ayay ahayd geesindaasi waxa walaashan ka keenay inay saa u hadasho ama ay maaragtay gabadheena ay hadalkeeda meesha gaarsiiso waxaan dareemayaa waxaan xusaa Shamsa Mursal xanuun meesha taagan waxaan xusaa Shamsa Mursal dhigi jirtay borgorada soo gashta ragga digilay mifle been maahan waxaan nabad wax ku raadin kartaa marka ninka faca ah ee kaasoo horjeedo uu nabad wax ku raadinayo may qaacida caalamiga ah ba jirtaba oo waliba General Shatibu oo uu sheegay wuxuu yiri wixii xoog lagaaga qaaday xoog kaliya lagu raadsan karaa wuu yiri wixii xeel lagaa qaaday xeel xeelad xeelad xaal xaal okay adduunyada waa saas aadanow dadka hadda inta 117 iyo inta ka badan oo arki doontaba marka hooshan aan bilaabayni waana la caynayo may wiilka galmudu ka soo jeedo intuu kusoo horisaago wuxuu ku lahaa anaa iska shabeela hoos anaa iska lulaa xabad ku garaacay maantana wuxuu taagan yahay adaan laakiin wuu kula deganahay marka la kululeeyana wuxuu dhihi doonaa weligay ma tegin luuqadaasa inay yaqaanaan waxaa idin sheegaa marka kale ma yaqaan waxa ugu horeeya oo la idinku haysto inay aftahay Mukhtar Roobo waa sheegay madaxweyne Mukhtar Roobo waxa ugu horeeya oo la idinku haysto madaxweyne Mukhtar Roobo baa sheegay baydhabo markuu yimaado wuxuu yiri wadanka afu u xiray yiri afa lagu haystaa kamerooyinkeena hadaan qaadana aniga marka hadlo hadaa afka ay qabato kan ila dhashow wasiir maala yaani ah oo aan waxba ahayn markaan dhaliilo markay af lagaadiiso laakiin su'aalaha ku weydiinaa hadaan galmudu ku noqono gudoomiye galmudu 17 qabiila degan sida liiska aan ku aragnay Soomaan okay beesha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal degmay degan tahay hadiyad 15 xilligaana ay qaadatay hadiyad maayga xaqaq macni markaan iska dhigno waxni xeraale ilaayo ma arkaysay qaydara iyo baraagi iyo bacadweyni ilaayo af barwaaqo dadka degan miyay ka badan yihiin reer Farmaajo reer qayre miyay ka badan yihiin say ku dhici kartaa in ma arkaysay reer Farmaajo 15 xildhibaan ay qaataan reer qayre ay qaataan 12 sidoo kalena dadkan kale ay qaataan macnaheedu waxaan 10 dhamayn waliba loogu sii daro say ku dhacday waliba loogu sii daro ha ku haminina inaad u tartantaan gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne ku xigeen saddexdaasi intaba inaad u tartami kartaan waxa u tartami kara kaliya beesha Farmaajo iyo beesha qeyr say ku dhacday okay waxa ku dhacday magacan Soomaali horta magacan Soomaali macnaha magacan wuxuu naqday kaar la isku qaldo laguna sadbursado adiga waxa inaga xilli walba ama Jawaari ama Sharif Xasan ama hadda booliyo baa la wadaan leeyahay maaragtay naloogu soo wado ee gudoomiyaha baarlamaanka naloogu celiyo waa horta in labadan kursi ee ugu sarreeya inaan gaarin waayo kuraastaasi waa macnihi fulinta waa waa meesha laga safaaradaha meesha laga magacaabo taliyaha waa meesha laga sadbursado ani hadda ka hor Xasan Cali Qeyre ma arkin beeshiisa qof ka tirsan oo dhahayo muxuu shaleeyaa adiga walaal waa raxilidkay waa dad ma aragtay wanaag naga dhaxeeyo wili ma arkin ayagoo leh Muqdisho aan leenahay laakiin maanta Muqdisho aan leenahay Muqdisho aan leenahay xitaa walla weyn baan leenahay maanta socoto daafeed aan leenahay magaca daafeed uu yahay waa sababta keentay ra'iisul wasaare khayr in ciidanka danab oo urur ahaa
ur afraad oo guuto ka dhigo isla markaana nin beeshiisa taliyo guuto uga dhigo hadiyad okay okay ee waxa loo baahan yahay marka beelaha Soomaaliyeed beeshan hadda ay wareysatay ee maaragtay xiraala degto oo ilaa afar waqti ama maaragtay dhulka bacad weyn xagga degto oo maaragtay beel way amaara maalo hore ee beesha Hablgudiga isaayeen beesha Farmaajo ma ka yiriin kama yiraa waa ka badan yiin saa marka beesha Farmaajo 15 ku qaadato beesha Farmaajo kursiga ugu sareeya fadhiya ar su'aasha waxa mudan in la weydiyo ambassador Ouliyo Ouliyo laakiin maanta macnaheey murugay macluulo la safay Ouliyo ma ka jawaabi maanta murugay macluulo la safnaado macnaheedu waa lafta karasay lafta karasay markaa jawaab maanta waxa xilba lagu siiyo waa maya waa maya ee cid walba oo maanta laga sad bursado ama laga sad badsado iyada meesha sidata way dadka ku sheega waa dad Ilaahay inay ka furtaan diyaar u ah si ay kursi waxa lagu dhigi doonaa siyaasad waa siyaasad waxaan u aqaanaa wixii xeelad lagu qaato siyaasad uma aqaano wixii xoog lagu qaato hadda waxa la soo dhigayay waxaan tusinayaa nimanka beesha maarad xasan cali qeyr kamida maaragtay wuxuu ka mid yahay maaragtay ninka koobinta la geliyay wal arkaa ilaaladii xasan cali qeyr kamida afahmaysi wuxuu ka mid yahay ilaaladii xasan cali qeyr ninka u jeedin waa nin ah maaragtay beesha xasan cali qeyr waa nin xasan cali qeyr aan iska mid ahaa haddana ninka wuxuu yahay xildhibaan galmudug ah sawirkan ma waa sawirkan waa xildhibaan galmudug okay hadda xildhibaan galmudug waa xildhibaan galmudug ilaalada gaarka ee ra'iisul wasaare xasan cali qeyr waa okay marka aniga waxaan qabaa shaatiga laga siibay shaatiga laga siibay aniga waxaan qabaa أنا وح قبادي قلي مرفلة ماشي قلها ينها قلان قاب كي كنت قلها ينها كنت قانو ننكي قدك يا ماركي سنة صوت قلي إكادي سلام الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قعم أفر السلام يا قعم أفر أنكو صوت دوو ماركي سي دقيستي برنامج كان كان لينا واقل مدوك أو حلدبان نين أي ماركي سي سيدي أي ويهين أي سيين siyaasadda ka dambeysa maxay tahay maadaama aan u arkayo inaad rugcada siyaasiya tahay ee Mailand u soo halgamay walaayada hadii ay ummad magacan sheeganeysa meesha ku nooshahay ay xaq ay leedahay ku heleen waa fiican tahay anigu waa soo dhaweynayaa arrintaasi dadku bini'aadamku way wada nool yihiin arrintaas uma arko laakiin sidaa dadku qaarkood ay tilmaamayeen ay dhahayeen waa nagu siraayaayo oo anagu dhankayaga wax badan laga rabaa anigu ma qabo in arrinkaas uu jiro haddii ay jiraan sidaan ogahayba anigu dad badan oo reer galmudug ah ku nool yihiin goboladan annaga aan ku noolnahay haddaan hadda la inkiraynin qofka cadadka uu ku leeyahay mar walba oo xaqa ah inuu kaa helo waa sax ayaguna sidoo kale in la fiiriyo oo la yidhaahdo percentage-ka ay ku leeyihiin maxay tahay kadibna xuquuqdooda ay ku helaan meesha wax ku jaban ma leh laakiin in arrintu noqoto dhibkii annaga noo geystay iyo waxyaabihii meesha ka dhacay dartooda inaan isdhegatirno dadka kale sida yeeleen ha yeeleen ana ma qabo macno weyn inay sameyneyso ummadan south west deegaankooda dad badan baa ku nool xaq dhowr iyo wanaag bayna ugu noolaayeen waxa leeyahayna intii meesha ku nooleyd inay tahay ma u haysto markaan haddii sida ay dadka qaarkood ay u dhigayaan dhegaysa adigoo raalli ah magacaaga ani Ibrahim ismaan baa leedaa Ibrahim soo dhawow waxaan rabaa Ibrahim inaan kula raaco xagga u jeedo waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalaheen nagu dhex nool xaq bayna nagu leeyihiin in dhiigooda iyo cidigooda maaragtay iyo maalkooda aan u badbaadino maadaama digil iyo marifla badan ay ku nool yihiin galmudug
ayna maaragtay kusoo kordhiyaan deegaanka dhaqaale kusoo kordhiyaan ismihiisa maaragtay hormarinayaan dhan walbana deegaankii maaragtay uga qayb qaadanayaan canshuurna geliyaan hadii loo qasday oo hal xildhibaan la siiyey anigoo taada ku raacaya sow innagana ma ahan innagoo taa fiirinayno in saan saan ku gud saxan saxan ku gud aan samayno iyagana halkood xildhibaan aan siino mise ka badan baan siinaa fiiri sideedaba horta dadka ilbaxa ah waa nidaam ay u dhaqmaan baa jiro ummadda kula nool representative inay yeeshaan qof ayaga u dooda adna waxa ay qabaan aad heshid waa sax laakiin nambarka ay ku noqonayaan inay representative ay yeeshaan keliya in laysla garto weyn laakiin haddii mathaal qaadasho laga dhigto oo muxuu isiiyey aniga intaan annahan intaan siiyo wax saxa maah wixii ay iyaga sameeyeen oo kale haddii ay iyagu wax yar ay bixiyeen oo la dhaliilsan yahay hadda waa loo sheegan karaa waxaa la leeyahay ow communitiga meesha ku nool iyagoo cabirka iyaga laftooda reer ahaan ay wax ku cabirteen iyagu annaga la nool kariyo ma ahane iyaga laftoodu cabir bay wax ku qaybsadeen soo maa intaas 11 qabiil baa degan baa la yidhi 11-kaas qabiil waxa ay ku heleen waxa ay wax ku qaybsadeen ma qabiilba ma numberba ma deegaanba wixii in la fiiriya fiican sida hadda annaga aan aragnay markii baaritaan aan samaynay beelaha xitaa markii digli imirfulaan laga soo tago meesha wada degan waxaan aragnay beelo laga tiro badan yahay amaba maaragtay laga deegaan badan yahay in ay heleen xildhibaano ka badan xildhibaanadii beelihii ka deegaanka badnaa markii taa aan ka soo tagnay innaga waxaan u hadlaynay waxa waaye tan annaga deegaankeena hadda markaa maanta ka hadalnoo kale galmudug beelaha degan haddii nin deegaanka u dhashay wax si fiican uga yaqaana aad tahay markii maaragtay sasaraaxa aan ka baxna iyo siyaasadda waa dad kusoo galay qaab dagaal waa dad maanta weliba badankood 90% ku joogo qaab dagaal sidaa sheegaysid tiraa wax lagu dhiibaa dadkan deegaankan degan 5% miyaa 10% miyaa 2% miyaa maxay ka yihiin populationka ay la degan yihiin hadda markii gobolka shabeellaha hoose maaragta oo kaleoo laga hadlo ma dhihi karo xataa 2% bay ka yihiin waayo shabeellaha hoose oo kale iyaga badanaa shabeellaha hoose ay kasoo galaan waxaa degan 7 qabiil oo digila oo 14 qabiila 7 qabiil markii lagu dhaho markii jufo loo kala qaado waxa waaye waa shanta caleemood oo kale hadda waa 5 qabiil oo maaragta isla degan garoo kale hadda maanta wuu ka badan yahay beelaha galmudug degoo dhan oo dhan markii la dhaho okay population la fiirinaa markii loo xitaa ma u malaynayno statistica aan samayno markaan fiirino oo aan dhahno maxaa maaragtay macquula in ay xataa naqan karaan 2% saas ay tahay waxay kuleeyihiin ku dhawaad 15 xildhibaan waxay kuleeyihiin 2 wasiir wasiiru dowle agaasimayaal agaasimihii hadda la bedelay maaragtay eraboorka shaati guduuda ka mid ahaa dadkaana sida hadda dadka maaragtay mailand ama koonfur galbeed baan dhahe ee ku nool galmudug ma ahan dad dhaqaale deegaanka soo geliyo ma ahan dad deegaanka nolol caadi ugu nool wasiir hadda maaragtay wasiir caruush oo kale waa nin deegaanka ay ka tageen dadkiisii wuu ku dhashay wuu u dhashay waa nin maaragtay beelaha hadda uu kasoo jeedo kale familiyada qoysaska farakutiriska ee la dhihi karo 1970 ka horay deganaayeen okay marka qof nooca ah markii uu hal xildhibaan isiiyo aan ogahay dadkiisa cududda ay ku leeyihiin ama tirada ay ku leeyihiin deegaankayga maxaa ila gudboon inaan sameeyo qorina igu haysta fiiri haddii ay baasha qori ku taag noqoto waa dhibaato isfahankana waa fiican aniga lafteyda horta aan isukaa sheegay aniga nin baydhabood baan ahay nin rax weyn baan ahay nin xariin baan ahay ma ahan aniga qof in haldeertaan waxaan uga sabanayo ama reer galmudugga la soo dejiyo meesha iyo wax le ma ahi laakiin siri si qaab ilbaxnima in loo dhaqmo oo deegaankan uu ku dhaqnaa baa jirto deegaankan dadku way soo degi jireen markay soo degaanna nidaam bay mari jireen ay reerkan kula dhaqmaan kula deganaadaan waxaana ma jiri jirin ma jirto 74 soo degay iyo hebelo uu soo degay qofka haddii uu meesha ku dhashay uu ku qaangaaro
أنا وحان أوها يستعين عن أني أسر يسكو منها أبيه سعيمي لكن أسر هدو ماشا كل شو ماشا كل شو ليه أديت عبسنا كمقابو سومالي دو وحا أهد برشي يسو في ريفير ميجورتي ماشا كا مينورتي وحوا أمدي مكرو أديت وإكسكيوز أيها سميسان أيان هو شو دي قبسن وأيان أدو ميجورتي ماشا كا هدر تو سالا دا كاغا سوقاتو كينيا سومالي ودكن سومالي دا كينيا دكن ماينورتي واي ولي قود ماجورتي من نقنايا وحنا أمرني من كران كوكوية وكل يدو هالقبيلة ماش دكن مركان وعال روا دادك ماش دكن إن الحش ما يو حد ديك اي كل ايهين كلي لسي هادر فروكسان بلوكالة عن سوقاتو تو سالا انجينير يريسو دا ايدن كاكا هالليسان انجينير يريسو رير بايدا واي انجنيري سو اتا كودا شي ابي سا كودا شي اوغي سا يبي عمر المحل اذا اسمان اديت وهكرنا هنا مركان هدي لي يرادو ان ادرنا وحاليدن هل حبن ام بي امر كلهم بنا قاداي انا اي دون نو ان تدو وقاداي ان لو حسابته ما الله ونا حيست درواد انت لكن حسابته اديك لهد هي ان تراد اني ماشي كوميونيتي اسان كنت كنه عدد تيجي انت سوايه xushmad idan raba adigana sidoo kale waa in laga helo dadku in la isu soo dhaweeyo aan fiiri main power ka adduunka lagu xisaabtama dad tira lagu xisaabtama hadii aan maanta iraado aniga xadiina adigoo shanta caleemooda waa ka badanahay waa dhig kara anna way dhig karto ka badan laakiin wax sax ma jira anna lagu ma tiri koobin anna lay ma tiri koobin maalintii waxaan ay tiri koob dhacan umadda meesha isku nool cadad kooda lagu aado wakiilka xaq u leeyeen waa in helaa inta koor aan arintaas la sameeynin qaab qadar wax loo qaybsado oo ah qabiil madaxba wax loo qaybsanaa adi magaca qabiil hebel baalida ilaahuma hal qof uu ka joogo wala siyo inay wax ku heleen baa laga yaabaa dadkan tirada badan hadar anaga dhaxdayada oo digli mirfla proportion ka aan u qaybsanaa dad badan baa ka taagan one third baa loo qaybsadaa digil hal boqata labana marif la qaata ayda borbo qayla ka tagay adiyat wixii hal la saxo aniga waxaan qaba qof walba xaq uu leeyahay ha helo qofna jaan la ayrinin laakiin sad bursi la sameeyin ma sha Allah waa mahadsan tahay waxa hadda isla fahanaa aniga adiga waxa way sad bursi aan la sameeyin isku meelba wax u wadnaa laakiin waxa moolisa in ticket isla markii oo ma aha oo ma aragtay dad bursi aynuu ugu dhigan yahay anagu waxaan taagannaa waxa way ana waxaan jeclaan lahaa tan adiga hadda taala ka hadashay ana waxa kaaga hadlay tiida markuu waxaan jeclaan lahaa ana waxaan jeclaan lahaa wiilka heeb ahaan u dhashay digil imirflaha ee ku dhashay boosaaso inuu ka naqdo garow madaxweyne kan boosaaso u dhashay uu ka naqdo baydhabo ma fahmi waa sidaan jeclaan lahaa laakiin maanta lama joogo maanta waxa la joogaa xilli ma aragtay kaar magaciisa Soomaali la dhaho oo laba afla ah laba beelood oo beelaha Soomaali ugu waaweyn qaab siyaasadeysan ay ugu adeegsanayaan beelaha kale kuraasti ugu weyneen ay ku raadsanayaan deegaan ahaan maanta markii laga hadlo aniga waxaan ka soo jeedaa hadda deegaanka ugu badan ee reer Galmudug ay ka soo galaan maamulka Koonfur Galbeed been ma aha dadkii deganaaya dayacay iyaga booskoodii ka soo bixi waayay oo hadii ay naqato awood ama hadii ay naqato siyaasadba deegaankoodii gacanta ku qaban waayay okay maxaa marka la gudboon dadka deegaanka ka soo jeedo ani waxaan rabaa inaan ogaado moogtaa maanta ani ma aqaano meel reegal mudug ay ku yihiin deegaan ay ogay yihiin Koonfur Galbeed ama hanna qato Shabeelaha Hoose ama hanna qato Bay ama hanna qato Bakool saddexdan gobol ay hadda lahaayo waxaan ogsoonahay maanta dhibaatooyinka deegaanka ka jiro in isbaarooyin ay yaalaan ay u yaalaan iyaga maanta wixii maraysa heer Ibrahimo baabuurka adiga aad leedahay la soo celiyo darada ugu dambeysa baabuurkii maqliibaan wiilkii darawalka ka ah lagu dilay ama dhaqaalo ka xoog badan la saaro kiin ninka xagga ka soo jeedana uu soo maro maanta ganacsatada waxay marayaan heer ay gadan waayaan ay ka soo gadan waayaan Muqdisho alaab ay ka gataan daafeed ninkii Galmudug meesha keen tan aragno waxa waaye ani adiga waxba bedeli karno Ibrahimo labadeenaba waa hadlayna oo wax un baan wacyigelinayna tan la rabo nimankan maanta maamulka hadii ani adiga meesha aan fadhino oo maamulkii aan nahay maxaan la gudboonaan lahaa ma inaan dadka isla xisaabtan saxa aan ku sameyno mise inaan dhahno afdaboolan dahab aan ka xishoono dadka nala degan ee aan siino wixii ay naga mudan yihiin walow hal qofoodba ay yihiin
kuwana xagga degan iyaga ha dhacsadaan xaqooda iyaga dad meesha degana ama hal ha helaano ama toban ha helaano annaga kuwan nala degan baa xaq nagu leh xaqooda siin oo weliba aan ognahay markii beelaha qaar laga reebo qaarkood ay xoog ku joogaan oo wax waadac oo cada walaalo waxa uu fiiri horta arrinta kala qaada ninkaan isbaarada meesha u taallo anigu uma aqaano nin degaana waa nin tuuga meesha isbaara dhigtay in laga qaadana maamulka meesha raalli ahow kuma goynayo walaalkay iga raalli ahow haddii ka warankii isbaarada u taallay aan xil ugu daro taasi waa nacasnimo adiga kaa timid wey qofna kuma eedi kartid fiiri aniga ma qabo ninkaan isbaarada meeshu taala inuu degaan yahay hadduu ciidan yahayna in nidaamkii disiblinka uu raaca ahayd hadduu uusan ciidan ahayn oo mooryaan uu yahay oo tuug meesha degan yahayna in laga raray ahayd wixii meeshaas maamulayay ayaa xilkoodii gudan waayay ay sharafdarro ku tahay mid state iyo mid gobolba dowlad mid gobol iyo mid maxala dowladda weynba dhexaba hadday taas qaban waayaan intaasay xilkoodii gudan waayeen reeraha meesha degan inay iska dhaqaajiyaan albaabkaaga hortiisa ninkii fadhiya wixii dugaaga hadday albaabka xoolaha kugu shooso foofayeen ay fadhiyaan waa la iska leexiyaa markaan taasi daliisheeda waxaa leh dadka deegaanka oo ay isugu jiraan qolada haddeer aad tilmaamaysaan iyo qoladii hore uu deganayd ba waxay rabaan ahaadeen markaan waxaa la rabaa tan siyaasadeed iyo tuugga meesha fadhiya in la kala saaro tuuggakan si wada jir ah qolooyinkii meeshaas ku wada nool oo dhan inay kala iska leexiyaan bay ahay ama ay nidaamiyaan ay yidhaahdaan wadadan aniga adeertaan waddankan joogno road toll baan marnaa meel intaan istaagna lacag ku ridnaa haddana waa dhaafnaa state by state waa sharciyeysan tahay waa nidaam haddii waxaas ogol yihiin in loo sameeyo oo meesha iyaga shaqada ay qabanhayaan waddankii nabadgelyadeeda ay sugayaan wax ay ka qaataan lagula xisaabtamaya dhibkii dhaca hadduu tuug yahayna haddii sidaa shabaab loola dagaalaya noola dagaal ugu dambeyntii markaan tan dadka kale ee meesha degan fiiri hadda ilbaxnimada fiiri annaga haddeer maraykan aan joognaa ilhaan oo qaxootiya inta timid ba haddeer wakiil representativeka oo maraykan ku jirto tirada soomaalida meeshaan degan intay laegtaa waa taqaanaa madaxweynihii bay tafanaysaa oo macnaha xisaabtamaya markaan qofku waa in uu xornimo ku noolaadaa meesha aad joogtid oo ah xukunta meelaha kale dembiga ka dhacayo adiga taasna waxqabad baa ka dhalay dadkaaga meel kale joogaan oo la dhibaateynayo waa inaad ka hadashaa samaysaa laakiin marka revenjiga uu imaanayo waa marka laga caal waayo laakiin nin haddeer wax yar buu ku siiyey thank you hadday wixii waxa ay ka badan yihiin wadada ani ma qabo adertan nin digli mulifla deegaan meeshaas kulaho tuulo hebel oo digli mulifla degan yihi in layleeya waa dad magaalada degan wey nambarkay rabaan ha aadeen qolooyinka haddeer aad sheegaysaan soomaalida kale oo aan digli mulifla ahayn meeshan wax tuulo leh iyo ayagana waa yaryihi laakiin in same time ummaddii bay ka yihiin fakarkoodaa la rabaa maxaa la rabaa ayaga xuquuqdoodaa la rabaa in la helo wada noolashaa la rabaa anigu waxa aan qabaa markaan deriska la wada noolaado aynsad bursilin aan road moro u noqono umadda kale weligeen waa u ahay laakiin haddii dhibtan noo geystay oo aan ognahay xadaaf ah oo heerkii ay gaartay aan arkayno revenjigii haddaan samaynayna haddaan idhaahno ayagoo kalaa noqonayna waxbama kala gadisaanayn marka ani waxaan qabaa xaqaaga ka tegin qofna xaqiisaa qaadan sidiina lagu yaqiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay ma arkayse waa kaaga mahadnaqaynaa ma arkayse fikirkaaga wanaagsan fikirkaaga qiimaha iyo qaayaa leh mudane ibraahim algamaasre soo dhowo aad iyo aad waan salaamaya aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mudane ibraahim oo ka tirsan halgamayaashii ma arkayse mailand
gaar ahaan ururka hadaanu sodanayn ee jamhuuriyadda barakeysan ee Mailand xaqdirka ay arare. Waxaan jecelahay dad badan oo isoo wacayay inaan soo dhaweeyo, kadiye ayaan soo qabanayaa oo weliba dhowr jeer isoo wacay kana soo jeeda maarkaysa Galmudug State. Kadiye oo ku soo dhaweynayna insha Allahu tacaala sida aad noo soo dalbatay chance baan ku siinaynaa. Kadiye haddaad nala socotid soo dhawow insha Allahu tacaala chance kaagana ka faa'iidayso. Salaamu alaykum. Waxaan jecelnahay inaad iska damiso maaragtay barnaamij khaas ah. Hello. Hello kadiye. Hello Malaadan. Soo dhawow kadiye, waa lagu maqlayaa. Malaadan oo Adam ku salaamaya 114. Barnaamijku waan dhawahay, waana dhageysanaya magarad. Okay, aragtidaada hore u gal. Hello Mal. Aragtidaada hore u gal Galmudug. Hay. Galmudug. Aragtidaada. Ha. ku soco. Horta waa dhageysanaya barnaamijka. Aragtidayda aniga waxa weeye Soomaalidu meel walba ay joogto waa Soomaali. In waqtigii colaadaha iyo waqtiyadii la isdulminayay oo dadku ay markaasi isu maaragtay cadaawadeysanayeenna waa laga soo gudbay. See looga soo gudbay hadaabamaanta waxay maraysaa xeradii agoonta afgooyaab reer Galmudug shalay ay burburiyeen oo ay dhaceen oo ay gawaadhi gubeen. Colaadda see looga gudbay kadiyow ma beenaan sheegayna? Horta waxa weeye dhulka waa la wada degan yahay, dadna horta labay kala tahay. Aan ku joojiyo kadiyow maya ninkii hadda aan dhageysanaynay. Kadiyow raali ahow, kama dhageysan karo gurigeyga aan aniga leeyahay oo aad xoog ku haysato waa kula deganahay, kama dhageysan karo. Haddii aad rabto sida laba qofood oo shaqsi oo Soomaali aan u wada doodno, marka hore waa inaa xaqiiga ii ogolaataa. Reer Galmudug deegaan kuma ahan koonfur galbeed Soomaaliya. Qofka wuxuu deegaan naqan karaa markii populationka meesha ka degan 10% uu naqan karo, 5% uu naqan karo. Waxaan ogsoonahay dadkii ugu horreeyay ee 91 soo galay ee Mooryaanimada ku soo galay ciidid la socday, kadibna indhacadde bedelay, kadibna farabadan bedelay, kadibna maaray kulli ay saa ku socdaan ilaa maanta isbaaro. Haddii aad rabto sida laba wiil oo Soomaali ah in aan u wada hadalno, marka hore waa inaan xaqa ogolaato. Qofku walaalkaa Soomaaliga adoo dhiiggiisa xaqirayo lama doodi kartid. Waa maadsan tahay. Okay, may maqlaysaa? Aad iyo aad. Waxa weeye horta marka aniga aan hadlayo i dhageyso, anigana waa ku dhageysanayaa. Hadalka aad tiraahdaan kaaga jawaabaya, hadalka aan iraahdo iga jawaab. Aad iyo aad, waa anigu micnaha ma qabo in lagu dulmiyo ama dadka reer Koonfur Galbeed. Horta micnaha waxaa la rabaa in aan dad Soomaali ah oo micnaha ana adoo nin xayi ah oo xaqaaga aan la dhici karin oo isku kalsoon in la wada hadlaa la rabaa. Aad iyo aad, micnaha wax jilaaca adigu nin aad u jilacsan ha iska dhigin, dadka kama jilacsani. Adigana xaqiiga ha duugin, xaqaaga ma duugayo. Gobolka Shabeellada Hoose dadka digili mirifla la yiraahdo iyo dad aan digili mirif lahayn anigu inay degan yihiin aan u haystaa, Abgaal inuu degan yahay, Murusada inuu degan yahay, Habargidir inay hanti ku leedahay oo deegaan ka tahay oo dad badan oo ku dhashay ay jiraan ilaa Sablaale iyo Kunturwaanre iyo Baraawo iyo dhulkaasoo dhan. Marka la yiraahdo Shabeellada Hoosena ceelasha biyaha ka mida oo baydhabo ka yar aan ka yarayn, waxaa ka mida ilaa iyo waxaa la degan yahay Afgooye korkeeda iyo jaamacadihii, dadka waa la degay. Waa muxuu ahaa deegaanay noqotay hantida dhulkiiyaa la kala iibsaday. Waxa weeye inaad marka adigoo aan iska dhigaynin nin muxuu ahaay oo waa lay dhacayaa waa lay dhici jiray, war dhulkaaga adigaa iskale. Waxaad u dhaqantaa Soomaalidu waa isi soo gashaa, baybana way kala degtaa, dadna way isla degaa. Waxaad hadda ogsoon tahay Galmudug xildhibaanaad kuleedihiin, dadka xildhibaanada kule hantida deegaanka guryo iyo ganacsi iyo waxbay kuleeyihiin way degan yihiin. Nin degan oo muxuu ahaay dadkii ka mida ayaa loo qaatay. Waa maadsan tahay, waa maadsan tahay. Waxaan dhageysan karaa qof aan qalad ku hadlaynin. Libinteeda aan kaa goosto. Waa maadsan tahay, deegaan baa tahay, waa ku ogolahay. Deegaan baa tahay, waa ku ogolahay. Kadiyow, maxay ku dhacday maaragtay Puntland oo kuu jirto laba taako inaad wax la qaybsan weyso oo anigana wax ila qaybsato? Maxay ku dhacday in Puntland oo laba taako kuu jirto
agaysan weysa hantidaada anigana aa wax ila qaybsato maxay ku dhacday hir shabeelle oo aad deegaan tihiin oo aa walaalo tihiin inaa wax la qaybsan weyso oo anaa wax ila qaybsato maasantahay okay waxay ku dhacday Puntland deegaan ayaa darisaan nahay waa isma dhex degno ganacsi iyo wax walbana waa isdhex marnaa see aniga isdhex degaynaa marka oo aan aniga maahanina colaad baa naga dhexaysa laba daris aniga goorma heshiis la qarnay marka aniga goorma heshiis la qarnay horta dhegaysaa dhaniyo ama yaa aniga goorma heshiis la qarnay aniga waxa ku jira aniga beera asendooyina iyo deegaan ilaa iyo 30 sano 40 sano ay dadku degayeen ama 70 sano iyo ka badan ku wariyay aniga Puntland okay goorma maxaa 900 kilometir ka soo waday oo deegaan inta deegaan kaaga dhiga oo xaggan oga naqan weysay misaani waxaan ay Kampala iyo South Africa maya maxaa ninkii hadda maya hadda hadal arag macli aadan maaha macli aadan maan ana kula doodaa aniga hadal arag waxa ku sheega xaqiiqa ka weysay maya hadda nin weyna kula hadla xaqiiqa ka weysay nin hal kilometir wax ka yar xuduuda kula leh se rabtaa inaa oga heshid nin 900 kilometir kula leh maaragtay aa u soo socotay 900 kilometir war haddeer xilligan hadda la joogo ama dagaaladii Maxamed Siyaad Barre ka bacdi dulku dul oo aan degnay ma kaliya ma aha adiga muxuu ahaay dadku waxay deganaayeen 900 sano iyo ka badan ayay sheeg laba tuulo aad degantaa ii sheeg Puntland la yiraahdo ma deganiba aniga maxaa u degi weysa maxaa ku diiday ayaga xuduud la leedahay war dulkan Soomaaliyeed dul Soomaaliyeed ma ahaniyo arag dul Soomaaliyeed ma ahaney maxaa ku diiday ninkaan nin Soomaali Soomaan maxaa u dhex degi weysay isaaq ba kaaga dhaw maxaa u degi weysay maxaa yaalla dhulkaas meesha hantida Soomaalidu ay taalla oo barwaaqadii ay taalla waa dhulkaas sabeelada hoose iyo meelahaas Soomaalidana meesha ay wada degtay haddaan isku soo dhacno marka arag warga kula daarashada marka arag kula daarashada sawma wanaagsan in si wanaagsan oo walaaltinimo la iskula daarto oo adna aa ogolaatay inaan ku arag horta walaaltinimo waa la isla degay walaal waxaan ku sheegay walaal ora sendoyin xalaal aan ku leenaa kuma lihid sendoyin kale dulkaas aad joogi jirtay baydhabo iyo muxuu ahaay meelahaas aad joogtay bakoole dulkaanad wax ka ogeyn hadda dulkaan inay indhaashid bar tuula degantahay ii sheeg waa si naqaanay xalaal hadda u socotid Puntland baa aad ilaahay ku dhaw tuula leedahay ii sheeg tuula hebel baan leeyahay de tuulaayn aanu ku sheegay waxaan ku sheegay waxaan ku sheegay kadiyo ana dego kadiyo waxaan ku sheegaa turni baad arag digil iyo mirifla markii la dhaw mirifla xagga ii dhig mirifla waxa ka degto leysaan hariin baa ka degta hadama ka degto ma fahmi qabaa'il badan oo yareerna waa degaan oo mirifla ma aragtay ila banana idin aad dego digil markii la dhaw toddoba qabiil baa ka degto shabeelaha hoose waxa dego shan taaleemood oo shan qabiil loo kala qaadayo waxa dego galadi bagadi turni jiido gare biimal adigu xaggee degtaa tuulo hebel baa degaa ii dhig ila nik oo ayga la degaa xagee la degtaa tuulo hebel ii dhig yaa tuulo hebel baan degaa ii dhig waxaan la degaa Sablaalaan degaa Kudurwaareyaan degaa Buulamareeraan degaa hanti badan uu ku leeyahay shirkada badan uu ku leeyahay waa la yaqaanaa ninka South Africa ma leeyahay maya waxa uu ganacsatada South Africa marka loo yeerayo qayb uu ka yahay nin uu ka yahay laakiin South Africa deegaanka ma leeyahay
أنا حمر بان دقنها أرك حمر بان دقنها أرك ورحمر بان دقنها أنا حمر جامعتك ما دقني أو حر الروس ما دقني أو بنغاري ما دقني أو ما دقني ما أركتي أفريكان فيلج ما دقني فهمي هذه أنت بحمر حمر تلفت كذا قحطك وطاي وأقول على هذا ما دقني سي نين وين باكورة هذا وحر أرك هات ننجل عن هاي لازم أرك أرك ننجل عن هاي لازم ننجل عن ما تقنا عمر هاي لازم هذه دقارة ظهري والله صبرت والله سيقنا مركي دبضنا إسكت صو قرا ما أركتي سوق حوالنا اللي اسمه ليناي إن دولتي عرت إسماعيل أمارة سويري والله هني ما كرم الله وقام كرم الله هني قابنا بدت أنكود الجنو والله صبرت دقار والله صبرت أنن نن كحن يوين ملان كذيو ديجان بطه وقوة قراي فهمي رولك إلى دقنتاي ملاس عطا رولك إلى دقنتاي ديجان بنك هذي كذيو مركي نن كإن أذركاء موريان كا ودنا قادع الطريق جدك أحرين هاي وحبت سوريو ما ويسن نلقد بونين إن توس أقوى لتقن أنا أضوه ويسن وما أردت السمن مسوحة نلقد بون إن أديك أنا أقول في رشطو إيه في رشطو هذا هذوني كان هنتي أرك هذا كور بانين على ذكر مرني وحوير ما تقنا أزين دوين بان كله إن هاي ما أردت كونفرج بالسومالي نمك أوجد جدك تاجني ونمك أو إمادين أزين دوين كإلاليان مسبين توا okay maxaa marka azendooyinka nimanka ku ilaalinayo inta azendooyin ama hanti Puntland ay ka sameysato ama Gibile ay ka sameysato ama Ethiopia ay ka sameysato aan niman ku ilaaliyo tigriga ugu daba dari weys adde isku horta waxa waye dhulka aad sheegayso ani dhul aan isgaarno ama dhul muxuu ay Soomaaliyo ay wada degtayba ma ahanba Soomaali adinka ugu socod badan oo dhulkaas degtaan anigu بالتلاذن كلنا. إيش يا هبل وايد؟ فهمت سوما. هبل وايد. وام ورقبيل دنا قبائل لنا. هبل إيدي. بدنا ندقو من هبل إيدي. فقشني ما وقوي كاد. فقشني ما وقوي كاد وما تلاذن كبرها. عبد الحين. وردارت إني ما رح نجد جبني. نينك هدي بعني قوسن أبي هواي ذي دلنبا. واحد معنا بعني يجو مفديه. قلب مدق وعي إيو. بس أتكلم على سو كره وعي إيو. هذا محاود ده لما القرار ما غرنا هذا. oo ama waqti badan galiyo ma hadda toobid ba akhriinaysa kaliyo waxaan midan ku sheegayaa waa xaqiiqo in dad badan oo aniga dadka guud oo ka soo jeeda ay kula yihiin oo beelo badan ay deegan dhulkaas oo ugooy galbeed oo metelad kula laakiin waxaan ku sheegayaa dhulkan shabeelada hoose la yiraahdo Soomaalidu toddoba qabiil baa degta fudhay degmada degto arag tuulada war beeraha leedahay mar beeraha dhacda meesha taale tuuladaas baan degayde beeraha annaga hadda aan leenahay beeraha dadka meesha ku taalo muxuu ahaay aan meesha liira buula mareer iyo qoryo buula mareer sirba kula arag buula mareer kuma lihi arag waxaan ka gadanay Soomaali kalaan ka gadanay adinku beera iyo aseendo iyo mana adnaan gada karin horan uma aadnaan lahayn warbal marka hadda miyaad rabtaa annaga inaad nagu daarato naftirkaaga hadda soo baraarugtay lafta gareen annaga sheekada noola imaanaysa warmiyo caadi iska dhiga aan muxuu ahaay كذي 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 أو سفي عن إيه في لفت إذا قل مذكر كي ماذا ما فهمتي ضدك إن ده الله شيدنا أي أو ما أردت هوس فينا أي ماي فهمي رضى الله أبتي إن ده إيش ده ربته حرام بنا آخرنا سوي حن كل شيء جا وحن كل هاي وركي جوا فدود هاي وركي جوا فدود هاي ضدك ديجان كديجان ككوها إيه هبر كبير يقدا ما ركتي هويها الى هذه اما حتى ابقال هنقضانو انو هدا انو انت فديا شبيه الله سوخا كو ديكرا فمي الهبل او مرصدا فمي الهبل او ابقال فمي الهبل او ابرغيرا دكرا بيرتودا حقا كولاي حقا كولاي ادو وخا كان ربا ماركا بوبليشنكا تدوبا قبيل او ادغنت هبر غدير يا ابقال يا مرصدا يا ما ركتي شيقال او ايغا حتى مرتي ما ركتي اهو هويه ان باهين لوو بدسدي
ما أنا تحواض له اللي جنته وروه هرابة هرابة اللي مرتي لها ويه ما أنا تعنيها إيه قرمين إن نكا عندها بلوغة واحد كل شيء قا ماشي واحد كرقة يبسن كرتو إيش شك تضبط قبيل كل قا ماشي واحد كرقة يبسن كرتو ورأيت أن هذه قبيلة أنا شعرت أدو موحة تدي المئة أنا وحنا أنا هاي كنا قادين أرك أنا هاي كنا قادين أنا وحنا ننتج لي مرفلة سيدا هذه أرك هوية مركز الضوء نبات الجنة ورأك ورأيتها هاي كنا قادين هاي كنا قادين هاي كنا قادين هاي كنا قادين أقول أنا مفهمي أنا وننتج لي مرفلة هاي هوية أنا هذا هذه هوية واحد ليس صومان أنا وحنا قانا رقم تان عبد الله أرك رقم تان عبد الله يا حقايرة وعبود أنا أو شبه الله أو سبيرة كل الدجانة أو حتى عن كل شيء كرم قاعد هذا واقعنا ما كناه فهمي رجيرة مرسلة أرك رجيرة مرسلة أرك رجيرة مرسلة رجيرة مرسلة رجيرة مرسلة أرك بيت كذا أبها عيوب لا يمر هني أبترسو وأبترسو أفرويل أفرويل أو هبر جديرة أو هبر إسكو كنتي oo hal hal ku aday lahayn ameesh ila fadhisa arwa ka saacad iyo maar taayir isku aba kadig wa ka sa saleeman iyo saruur isku aba kadig isku aba kadig habar ba isku ki kaantay wa isku aba kadig saacad ka garra saacad waa maxay ciir ka ogaadeena horta niyo dhageysay waraxaan iyo beentarag ciir ka ogaadeena saruur ka amaanagtay eelay ah hatta saleeman ka halka la soo taalay moodba misabante wa saxwa saleeman arag ma haaji saleeman waa nishanta caleemooda oo jambuluula oo waafla maxaa ka dhacay هواوري محيطاي جنبلول 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 ديغان اللي يرهدا جنبلول صومالي ديغان الله صومالي ما تدبا اري سمالا كو ابتبسطاي صومالي دبا نقلا اري اللي يرهدا صومالي هم انا جنبلول اللي يرهدا اديغا ابا انا ابا دلكي ابا نيو اديغا هوي كارينلي 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 ما تقانا قيبتي سكلي ولي وحي دغنتا ايتوبيا اف صومالي كوما لا شو قيب كود وا غالو غورمه ديغان كاني ماضي أبقر أبهاد وحكو دوغيه دولك أرامادا ياكو كياني هذا دولك أنا 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 أرق واحد أنا جنبلول وديغان صومان صومالي واحد للغمانا أبترصده ديغان كان باندقنا هاي أفبار الله يا هاي نصب لي مارا لي أرق واحد كون شيغا وروحا يسكدا أنا واحد كون هاي أفر تويل أفر تويل اسكو عبك هديك أفر تويل اسكو عبك هديك كديو وحافينا ما تغنى وحافينا رجع عندها أشي ذا ليس إنه يهين رجع شيء يسود دجاجنا ذا كلك إما ذو حوجا أنا كو أقولن أبترك أنا أقولن ما شكت ما دنا أوجين ساعدين وجرية هاي أو هبرتها معرك تأيده كل جي أي ولطه ولاجي معرك وأراسه تدح ذا كلك إلا أنا أقولن نين أنا أبترك أنا أقولن إن الله ترتفع يعني ما فهمتي نين ما شكت ما دنا أقولن ماشي هكا اغرسلت كتاب كان راعتان راعنا ميا واحد بينا اسكو شيق بانا هاي اردني دقيس اسكو شيق انا هاي ميا اسكو شيق منين ادينك الصومالي انا ودك انا ودك الصومالي الصومالي ارك هداك ترى جمبرو وديغان ارك او اصلك او علنك الصومالي الا هدا هيا او لو ديلايو او لو ديباتيان ناي امريكان لا دغاشين امريكان لا دغاشين او يوم مخوهاي امريكان لا دغاشين ريت تقنيو امريكان لا دغاشين صح ور عيد كاست ور ايتوبيان لا دغالي ادي عاد او جنة غالي عاد كويس جنة غالي او شريف لا دغالا وا كافوجيا بركي ادو غبيسي iyo waxas gaalti ma cada daalato tima cada جنة غالي سبحان الله هذا كوشه قبل دقوه رئيسين قالوا جورسته أو جميس أكرت إنها برجع لازم قاعد كوشه كور. برجع رحني هيك جرانيه. بسم الله. هذه قبل ما سطح. وما سطح كذي ما لو رأيت. أيه مع الله ما كسلام يا هذه أنا ما كسلام كسلام إنت وكله لا تنبيه أنا دافو. وعند أنا يدك تجيه واحد مع الله أنا يدك تجيه. سوامالي دوا سوامالي.
وانا الصومالي ذو استعش شاي مع الأذن وعبد الرحيم عبد الرحيم منو هاي أنا ملاينا ما عاجي أديات الصومالي ذو استعش شاي عبد الرحيم عبد الرحيم وما أنت عدي أنا عدي عن إيربورك إسطنبول عن سكواركنو هذا زين بقول دولار يقام مغنتا الجيب كايا عند عندك قشنية أديات عندنا الجيب كايا عندك قشنية سا لا هي الصومالي نقد لي أيها كم هاد ديجان كان أنا دبعت هذا الجرت إلهي وأنا قصار يا الصومالي ذو النول بعد ديجان كيس أسرع أود كل هانية عد اسم قوري كرتا أم عد عد دول مي كرتا ما جرتوا دول مي قنوا ونمانية إلهي مركز صاحب والدنب جانا هدافو آمين أنا ليس كنا في الضغطية اللي تدري وحانا كوكو برا رجونا إنا تبنت لان حل بانك الرئيس إن شاء الله سان كوكو بيان ورمض لان أي قنا كما سور راتشان أنا كما سور راتشان شلال الله صوتي أنكو ودن نولان مني وهديك البيضة منكو بقبضنا وما ستاي أوكي ومغليسين وحا انت الماركتي أن أوكي عنا ديبيتك ماركتي أن هاول أقل إنه وحا واي ويل والبو قل مدو كسو جيدو انا كما تجنو وحا عدو اساسو امسي لكن حقيقة واي انا كما تجنو اديا نكان هادا وحو نقو بلابي صلاح ولالتنمو شرف انا دوقع المغربي ماشا اسلي قارنا واركتين وحارنا مرحب عيديد شليتو لبكارا دادك كوكو باي اس تدب الجرد اللاميق افردودك كوفولاي كوكوفسناي نفك قويناي او مسبارك اللمبرديجا دادك يقول نول نول نولي يرادو تدباتن تدباتن warni ka dhagax kugu dilay iyo kan baaruud iyo kan sunta dhimasho waa dhimasho dhigaagu qubanaya mar walba waxaas waa sababsho macni wax loo jooga maan waa cashar idin kugu filan midida daabka laga hayo doqonta waa ugu filan abtirso markii lagu dhaho abtirso meeshi ugu xumeyd oo Soomaalnimada lagaaga saaray lagu gaarsiin fahmiisa waa kula deganahay waa kula leeyahay waa igula daaranaysa baydhaba uu diiday Soomaalnimada uu sheegay hishabeel muxuu diiday aniga waday fuleen hani hore furan adi waxa lagu leeyahay haa jilcin loo daciifnimada iska daa haa jilcin oo daciifnimada iska daa Soomaali baan wadanahay laakin ugu dambeyntina Puntland laakin ugu dambeyntina Soomaali ma tihid adi waxa kirso laakin hatta tiknikada maart ganacsiyada ay ku leeyeen Puntland Soomaali tiknikada maxaa loogu diri waayay ma hada Soomaali ma ma yeleeso ka qaba qofan ma wa ka qabanaya maarkaysa wali ma uusan waxa rabnaa markaa ina ogaataan qofanka qabta hadda ina ogaataan meesha la idin ka soo galay hallo xitaa lafta gareenki iyaga ay wateen anaga nagu caayna wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum alaykum assalaam ma hada wa salaam maadu salaamullaahi soo dhaw laba daqiiqo ayaad chaanisaysataa aragtidaada arinta xildhibaankan markaysa galmuduga laga hadlaaya hore u gal aragtidaada waa arin masiriya atan galmudug hadda ma dhageysanaysaa kadi ugu qawisana la yaabana haye aragtidaada haye bobsi marka laba daqiiqo maxay kula tahay adiga dalmayay ku jirtaa minwaan kan aday run ay adaalad ka tahay laba tilaba meel u jirtaa way ka raadin lahayn labaano si fiican marka waxaad leedahay anaga 900 km jir waxay naga soo dooneen dulmi way ha haday wax ku darsanayaan Hirshabeelle iyo Puntland bay wax ka raadin lahayn oo shanta la konton talaab u jirta hawka anaga dabacsanaan iyo jeljeelasanaan ay naga arkeen hadda ninkan wehey reer galmudug oo dhan ku jiray waxaad la hadlay roshiis waxa ka soo baxay nimankaas waa aaminsan ay ka soo bixeen dhamaantoodna saasay wada aaminsan sheekh iyo shariif kooda sheekh iyo shariif saasay aaminsan sharaas okay marka adiga sideed u aragtaa macnihii galmudug galmudug xil dhibaano macnihii hadii laga macnihii mining laga siiyay macnihii may uma matelo shaqana kuma lahan waa seedigooda marka laakiin mainland habad laga ma siinay miyad leedahay aragtidaada waxba isku darsan mayna dadkan anay wiiligoodu waxba aan nasiinayno wiiligoodu waxba aan nasiinayno been bay sheegay haday ku yiraadaan waa seenayna waa been adag lagu soo xarigelinayo been ay ku sheegayaan wiiligina haba habaala nasiinayna anagu meeshan aan nalooday aan kala joogno ceyriinka aan ku kala joogno daris ma nihin iskaaf ma nihin saasa leeda ha waxba nooma galo ha waxba nooma galo wiiligeenu waa nasiin aanu waxa nasiin maayna sida aan ugu nabadgeliyay hadeera boolaan leenahay kurtuwaareen leenahay nagu hayaan maad baama sheegayaan okay luqadda ay garanayaan dadkan maxay tahay oo kale luqadda kaliya ay fahmayaan ma walaalo bay yaban لغد اي غران اي وحبط وحبط حبط اي غانان بس الله ما يغانان مركاس اي كو حشمين اين اه مركاس اي كو حشمين هده رون شيغان غاية واحا كدون تاني هيرشي بيلا كدون تاني لباي اللبان ادي ادبادو ما سنتاي كاسي وحا وها موادين كسو جيدة
جمهوريه بركيسان ميلان كاسو ما اركيس رونتا سيده اهيد برتيدا دغاي ما اركيس اد بان اوغو اماناينا سيده ما اركيس كارتيده له ددنمده له ولالكاسي رونتا وا باري حقيقه وا سداسي معني دد كان درس منين شقنا اسكو مليين وخلا اسكو درسن ماينو خيرين كان كو كلا دماناي ميلنا لما دغان لما دغنو سلامات من كل عفات سداس ايو معني كسو هوريه سلام الله عليكم الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اركتيدادا قلمودك خلدبان وعليكم السلام معلمو اركتيدادا خل قلمودك خلدبان كميلان اي سي سي سيدهو اركتها ما هي كدغنتا هذا نو وحانو اركا بهدل وين او لوغلو كاي بهشان ديغليو مرفل ايانو اركا او ما هي اهدو او دباته بهدلكي او ما نينكاسي انغا نو مترو ما هي اهدو انغا ما انغا مستين markii horeba maxay ahayd oo aan waxa tusno amara aan hoogo yar wax u muujinay ay ahayd marka mana rabno qabeel anaga naga yar yar anaga galmudug hadii la dhahay guraceel qabiilka labaad aanahay oo maana ceer hadii laga soo tago qabiilka labaad aanahay oo guraceel populationka ku nool qabiilka labaad aanahay oo sumareeb hadii ceer laga soo tago qabiilka labaad aanahay hadii laga soo tago saleeban oo maana adaada qabiilka labaad aanahay ماشي الله عبود هذه اللي قصوا قبيلك لبعض النهاية ما فهمتي أديات قال كعيدا نقول شيء جاي هوية إيه الدار هذا يا دك قبيلك سد هذا ويدق اليوم رفلي ما فهمتي سيف يعني عرين تاني واحد أنا عن عقبلي كرنا معها واحد غادن كرنا معها هذا دبان إيه واحد لمد أنا أيه واحد تضبط قبائل أنا جن نغير ير أيه تضبط اللي بان قاتي ما فهمتي سيف يعني anaga digir iyo marfal markaan mahay mahay noo kala qaaday ayiga ma inay anaga kala qaad qaadan bas mas'uuliyadooda tahay miya mas'uuliyad kale laba yaqaanaan miya mahay anaga noo kala qaad qaadaya ma u baahanin mana ka rabno hal heel dhabaan ka marno saddex ka marno afar ka marno shan ka marno ninkaasi meesha lagu magacaabay haduu meesha tagan anay waxaan qabaa in sharamaana ninkaasi dad loo diro dhalinyaro loo diro bartiis lagu qaarijiyo gabigiis dhan magaceen intu wax ku qaadan lahaa oo magac abeera meesha wax ku qaadan ama ay noqoto ninkaan ina anaga lacag aan u arurino haduu lacag rabo digil iyo marfal meel ka soo joogan siyaasintoodu waa baahan yihiin waa niman wax isku falamahan niman dadkoodu wax ku falamahan oo heer gaarsii mahan qof kastaba qadiid markii loo dhibay iska markii hore uu ka galana wixii hortiis yaalo oo ka galana anaga waxa anay waxaan dhihi lahaa meeshaasi waa lagu baahdilay waxaan noo qalmana maahan waxaasi digir iyo marflaha ku nool galmudug state hadii waa la soo tiri kooda la qabaailada 7 qaadatay anaga kaga badan hadii runta loo sheego runta loo baxo anaga qaxootina ma nihin xariya dawladeedna ma degin dad waxaanu nahay ganacsato ah oo lacag hoolaha waxa haysto oo shaqeysta ayaan nahay dad marti ana ma nihin dadka qaar aad balayba maxayada marti ay ku tihiin meesha marti ma nihin anaga dalka Soomaaliya iska wadanka waa Soomaali anaga marti ma nihin Soomaaliyan nahay hadda koor waxaan xusuustaa niman qaxooti ah oo Falastiin ka dhaxay ayaa waxay tageen Lubnaan markay tageen xaraq qaxooti ayuu ku jiray Lubnaan dhaxdeeda ayaa macnaha nimankii Lubnaaniinta waxay dhahayn wadanka idinka ma lihiin markaas nimankii Falastiiniyiinta ahaa qoryahooda intay qaateen oo xaradii ayagu ku jiray ay isqubeyeen ay qoryahooda qaateen ay waxay dhahayn wadanka waa wadan arbeed ma ka baxayna waan ku dagaalamay markii dambe xalaal laga galay ma fahanday ani waxaan ka codsanaa wiil kasto digil iyo marfla oo beeshaan u dhashay digil iyo marfla u dhaca waxaan kula talin lahaa meel alaala meesha Soomaaliya ka doogo guri hagato hadigo qorigis nagato hadda hadigto war adii digil in raflo adii hadii aan maanta ad guraceel lagu la dagaalamo ama sadii kale caagud lagu la dagaalamo oo dagaal aad maanta caagud aad ku gashid anagana waxaan uleyska saareyna kuwan oo xaaranta meeshan fadhiido oo ii sheegadii maayo barreer iyo luuq fadhiido oo baqti aan anta uleyska saareyna uleys hadaan anaga 24 saacad anaga aan ka saarno adiga xagga uleyska waa khafiif noqona arinta markaani waa in qabiil loo bedelaa sheekada oo dhan waa in qabiil loo bedelaa anaga sanad kasta in anaga dadkeena la xasuugo dadkeena la baahdilo war anaga waxaan anaga heli karaa kuwa tuugsadaan naga helaa kuwa qaraxayda koortagaan naga helaa kuwa qaraxa martigiis sameeyaan naga helaa waxaan anaga helaa kuwa ganacsiyaan naga helaa waxaan anaga helaa kuwa oo ganacsi waaweyn anaga helaa kuwa wareejiyo oo naga helaa qoomiyad oo dhan ayaanu nahay aadanow ma nihin anaga hal qabiil musaadiga laba qof ma nihin ma fahantay ugu dambeyntii marka adinka aragtidiini macnii maamulka Mainland ee 7 gobol ka kooban macnii reer Galmudug aan meelna ka degin oo macnii halkaas hadda la idin siiyay ay idinku sasabayaan ay doonayaan barwaaqadan inay idin wadaartaan maxaad ka aaminsan tahay macnii
إن ماركي سي وح لغسي يمسينا وح لغسينين أنا وها مية سيدة مالا ماشا أنا وحان أنا وحان واركا بير الحوصي أيان واركا قال مدقا وحا كل هذهين أو بهدلا هذا أنا إن ديغان كان لغوبة نستعل ربا أو دل كاني ديغان كان لغوبة نستعل ما فانتي hadii ayaga ay konfur galbeed ay digan yihiin oo guri ay ku leeyihiin oo deegan ay ku yihiin anaga nin guri iyo beertis iyo deegankiisa kuma haysano ma fahantay adiyad idaa waxa ku qabsanayna mala idna waxa id anaga aan dhacnay wiligeed lama sheegay nin digil iyo marafla dhex digin nin digil iyo marafla dhex ma baay gurigiisa macna hantida isla qabsay wiligeed lama sheegay kisa macnaha isbaaradan oo maxay eedo oo dulkay ina lagu bores cid ay odo dadkeena aad baan ugu xumahay qadka ayaa kaaga go'ay marka aan ku celin doona walaalkaasi si ma arkayse warkiisa oo meesha uga sii wato biidni ilaahay baari si warkiisa meesha uga sii wato dibaan u wacaya ku saco ha macallow gaalkaayo waxa degan hawiya iyo daarood ayaa degan hadli ii soo sheega qabiilka labaad oo qabiilka saddexaad oo labadan qabiil soo saddexay hadli ii soo sheega waa u fadhiyay ku soco anaga maxaan oo kale soo aya ya waa digli mirfa ma maqlaysa waa ku maqlaya ku soco hadalkaaga isma maxaan gaalkaayo waa magaalada Soomaaliya ugu dhifka badan waa magaalada ugu dhifka badan Soomaaliya oo ku taalo maana oo geeska Afrika ku taalo ee Soomaaliya iska leh Soomaaliya hadii ay iska leedahay hawiye ay daarad ayaa degan qabiilka saddexaad hal isoo sheega liiska hal isoo saar marka dadkaani aniga digil iyo dafla waxaan dhihi lahaa war deegaana idinka kaligiin aad degantihiin ayaa leedihiin Soomaalida kalaan deegaanadoodu waa la degantihiin waana ka badan tihiin idinka is aruuriyo oo midna raadiya markii garal lagu dagaalamay maxay ahayd markii nin garaa lagu dilay lagu dagaalamay marayaha asoo dhan isqaba maal daaradkiisa la socday isla lagu dagaalamay meesha la dhahay ii sheegay eelwaaq lagu dagaalamay raxweynta baar dheer degan aysan dagaal qaadaynin oo macnaha baar dheer marayaha ula saareynin oo tan luug fadhiida marayaha ula saareynin garra keligiisa lagu dagaalamay maxay ahayd meesha la dhahay eelwaaq aqli garma kula tahay waa maya sodon maxay ahayd shan baabuur oo waxa baar dheer ka soo baxaysa oo maxay ahayd marayaha baar dheer ka soo baxaysa waxay imaanayaan maxay ahayd diinsoor ay imaanayaan markaasay dhulka ay soo dhaxmarayaan baar dheer markay ka soo baxaan dhulka ay soo dhaxmarayaan raxweena iska leh hindaa ay ka fiirsanayaan markaas ka baad intay gudbaan ay diinsoor soo dhacayaan oo dad digil iyo mirafla ay ku soo leeyahay ani waxa leeyahay hawi digil iyo mirafla digil iyo mirafla waa la idin midoobay durmigiin waa lagu midoobay laba nin hawi iyo daarad hadii hal meel meel isla taagay nin raxweena soo gal labadoodu waa isla jiraan ninka raxweenta lagu leeyahay waxa leeyahay war waxaan inaysan wax la goormay saan gaarin nin adigu halito adiga maaha ka tiriyar ayaa ku faana adigana raaliyad ka tahay marka ani waxaan dhila digil iyo mirafloow waqtigii waa dhamaaday hadda baar dheer tusaale ahaan baar dheer hadda markii ani maamulkeeda baar dheer hadda qaabkeeda markaan kaaga sheekoy tuulooyinka ku wareegsan oo dhan waxa iskala digil iyo mirafla iskala waxa tuulooyin hadda ma waa degmooyin waaweyn shaqo waa kamida shaqada kamida waxa kamida meesha la dhahay Humbaa waa kamida waxa kamida Eelilaana kamida ed weheelo waa kamida waxa kamida meesha la dhahay oo hubeerka degay ii sheegay magaceeda ay gambisin ilbaata kamida kurmiya kamida waxa la soo koobi karo ma aan ola kamida baroodiila kamida antaas oo aan ku tirinay baar reer 300 km u jira waana magaalada waaweyn baar reer markaas ka baxday in agedaa u baxday marayaan dhulkiisa ku galay tuuladii ugu soo koysa tarakaalada 70 km u jirta saddex madina bas ku taala oo ayadoo baaba dhinacaan eel waaqana way aaday dhinaca waxaan aaday maxay ahayd garbahaari xaggeedana way aaday marka garbahaarida lagu sheegay naftirkeeda waa magaalo yar is ah oo laba buurad la dhaxdooda ku taala biyaha laga cabo garbahaari hadaa aragtid doonfaarada hadda ma baan hoolaha hadda ma hoolaha kale taa baan iska dhaafay qareerka ay qareeriin marka dadkaani ani waxaan dhilaa inay isku xirmaan marka hore ay dad iska dhigaan oo dad meel ka soo wada jeeda ay noqdaan horta ay isku dhig horta iska damqadaan horta inay isu naxariistaan ayaga naftirkooda ay isu damqadaan nin digil iyo marafla hadii la qabsada ninka kale waa inuu soo istaagaa gurmudku waa inuu ka dhagaa digil nin digil iyo marafla baarada hadii lagu qabsado waa inuu ka dhagaa gurmudka daafeed ka dhagaagaa daafeed wiilka daafeed jooga waa inuu cabdibulada fuulaa wax kaleeto oo lagu badbaadi karo dhulkaani dadkaani deegaanka lagu difaaci karo ma lahan waa in wiilka daafeed joogo qorigiisu u cabeystaa markii baar reer xabada ka dhaca
u dhaqaaqaabo Cabdibilad uu fura ma fahantay aad aad baan ku fahmay ugu dambeyntii bari ugu dambeyntii SMC bari bentay wa SMC iyo jugta culu su'aal bay ku waydiinayaan ugu dambeyn adinka ka shacabka Maayland hadaatiin dhalinyarada macni reer galmudug oo idan daris ahayn inaa wax isku darsataan ma doonaysaan mise ma doonaysaan ciirinka inaa ku kala joogtaan umadaan isbaarada idin dhigata waxaaba kama rabno waxaana ku darsan maayno ee maana ku darsanayn waxaana kama rabno nimankaasi haday ayaga macnaha dad oo wanaag raadinay ay yihiin isbaarooyinkan iyo dadkan dhibta kuwada dhibta nuguwada xanaga anaga leexiyeen anaga deegaankeena anaga iskale anaga beeraha ayaga laba nin beer haysta nin guri leh nin beer leh nin guriyiis iskale kuma haysan anaga qof shakhsi ama haysana laakiin in baydhabo ay go'doon ay dirshaan oo maxay ahayd meel loon baydhabo kiri maan deegaanada darada u dambeysay maxay ahayd todoba qof oo waxba galabsana oo digir iyo marafla banaanka la dhigay oo maxay ahayd id u tagay ninka digir iyo marafla hadii waxaan rabaa ani meel muqdisho joogay meel ka sajo hadda muqdisho qabiilka labaad way hawii hadii la dhaha qabiilka labaad way muqdisho hadda qabiilka dadku ugu badan digir iyo marafla hawii markii laga soo tagay qabiilka labaad way maxay u hadlayay maxay u hadlayay darada ka hadal baqaanka muqdisho maxay digir iyo marafla ugu hadlayay sabab aad yaad su'aal aad dadnama laga raadi way marka dadka ayaan dhigooda ani hor yaa adi marka waxa leedahay waxba isku darsan mayna nimankan saana isku badbaadino hana dhaafaan anaguna ma waxba kama rabno darisna ma nihi waxba ku darsan mayna waxba isku darsan mayna nin ay maalinkaas ani i bahdilay inuu asaga ka iga saray aaminsan say wax isku darsan karnaa waxba isku ma darsan karnaa bay shaqaalahaas asaga ma shaqaalo waxaan ani aad baad u mahadsantahay walaalkay ma arkaysay kaasi waxa waa muwaadin u dhashay jamhuuriyadda barakeysan ee Maayland ma arkayse labadii qofood ee ugu dambeysay aan ku soo aftarayna ayaan ma arkayse qaban doonaa waxaan eegi doonaa ma arkayse Faadimo Nuur oo ma arkayse iyaduna soo wac dalbatay inaan macnihii iyada wacno Faadimo Nuur ayaa laba daqiiqo aan siinayaa kadibna walaal kale kadibna ma arkayse barnaamijkan halkaas ayaanu ku soo aftari doonaa haddii Allaah awood leh uu ka raali noqdo galmudug macnihii khatarta macnihii ku soo falay Faadimo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh Faadimo laba daqiiqo haysataa ee galmudug xildhibaano ma ka rabtaan sidee soo aragtaan midka la idinka siiyey adinka iyaga daris aydan ahayn oo isbaarooyin idin dhiganayo idinku soo duulay 96-diina macnii ma waxba isku darsanaysaan aadna horta salaanta koo qaaday adigii intii qaraabe oo wanaagka jeer horta xildhibaan la ahaa galmudugnisii ma jarta ku soco nin oo habar gidir nagaday mar hore meel roogay naga tanaysan oo kaas waa qadlo qoray xildhibaan inta malee ku hor la yeeshay madad sheehan wargeliyi waay pointi way ha sax iyo sax dhaqtiya la garowaa ku soo marka ku soo hayay aan la kulan taladii malee un arintaan soo aha horta way ba ku qurunta oo marka horo falaatay inay dilay markinana erri Soomaali ana isku dhaqanka ana isku afa ana isku diina ana markinana erri horta waa halaaway dad uu isku dhaqan hayn isku afan hayna in walkasta aqyo qorohana deer horta heerkaas uu is deersani wali horaan dhigiya hadii dadkina ma talaayo odayaal ahaa siyaasi ahaa horta uuna raacate ah koo af maxaa tii kasaana waxa way meelinin arkinay arwaa nin sadti hadda waa ku kala afgooy roogo oo xamaaliga ah nin qamaar dheer ah waxa taas oo kale meelkiisheen walku sii humaa meel roogeen marka dadkaas intii bakii xariiran warfastiin qorsoonsade geen helis markii hini hamiin helis markii hini deegaan i darasnimo i waddo mano dhexay dadka una kastay kasi xaqaan hun uu idhaas toos aan weydiisan xildhibaan bay dhaw ma kale hadduun warkaan deegaan oo socdo haddii sidii oo lafta garan liiseen oo kale nin dareer si aan taas boolishay laakiin hal si dareer siyaasi kor dareeray wal jeerame dadka saawo in Soomaali un in badan wali dii diyaar haddii tan inta lagu ku hadalo lagu dood oo xil dhibaan ma nii leh geena maana galaan ma nii maana galaan unuu ba iska filan ilaahay deersi laakiin mus arago hayda marka waxaad leedahay Faadimo anaga hadaan nahay shacab weynaha Maayland galmudug daris ma nihin ma arkayse isku luuqada ma nihin
marka waxa leedahay anaga dadkan ceyriin kaan isku dhaafno wa billahi tawfiq saasa leedahay may may ana wa eray faadumo 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 dadku meel ka nool oo ka ganacsadaan oo dhaqaalaha gidiyaan oo meel wal halka ku dhayaan iyo wali falaan hal koraan dad deegan ay iyo dad deegan ay dad deeganka galmudug wal gidiyaan ka seeda dad deeganka galmudug hormar yaayeen laakin oo nahaan gidi rooga da hormar deelsiin macallimiin aan seedeen injineeriin seedeen ha ha wal han mooriyante un ni rooga un wal manir leh laakin hob oo dhid maalan in kooyaan dad heer galmudug ah oo nabadki kooyan oo meel ka nool wal ni lahaado koraan heer galmudug waa la sii hadii la cala dhido dad oo may jare beenjaani oo bay daba ka taladeen oo ka saw oo bakool ka taladeen diin soo ka dhalay meel kasta ka dhalay qofkaas oo kan wasii dhibka dheerta la ugu haa laakiin horta markay maaceedii ka baxaan waay markaas markay ugu horeysay haa oo moorya sa ku miski liini horta ugu guuray marka waxaad leedahay war waxaad leedahay kuwa ku dhashay xataa dastuurka federaalku wuxuu qabaa u dhashay ku dhashay ma ahane hana dhaafaan annagana ku weynaa soo buriyaan okay aad baad u mahadsan tahay dadkan isku diin ma ahan dadka maayga isku dhaqanna maan marka in la kala guuraa fiican saasay leeyihin aad baad u mahadsan aad baad umahadsantahay taasi faadumay ahayd wajacalan leylan libaasan hadduu ilaahay yidhi wajaclan nahaaran macaashan qofkii wajaclan nahaaran libaasan ka dhigay leylan macaashan ka dhigay islama noolaan kartaan marka okay faadumo aad bay umahadsan tahay gabadhaasi u dhalatay faadumo nuur jamhuuriyadda barakaysan ee mailand ummaddan derisna ma ahan waxba isuma gelin dadkan xoog bay ku yimaadeen qofkii xoog ku yimaadan de xoog baa kaa saaraya macnihii qofka ugu dambeeya aan soo qaban doonaa insha allah janis aan siinaya laba daqiiqo kadibna ma arkaysa barnaamijka halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa khudbadii madaxweyne mukhtaar ruub oo cali abu masuur ayaan kusoo gabagabayn doonaa qofka ugu dambeeya haddii uu nasiib leeyahay waan soo qabanaya hadduuna soo wacayeyba laakiin ma arkaysa ma qabanayo waxaanse siinayaa ma arkaysa walaalka ugu dambeeya hadda aan arkaayo oo isagu ma arkaysa inaga soo wacay xagga iyo soomaaliya walaalkaas isaga ah ayaa hadda nasiib u yeeshay salaamu llaahi calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu laba daqiiqaad haysataa fursad waxaad u heshay studiya laba daqiiqo inaad kaga faa'iidaysatid arrinta galmudug sideed u aragtaa xildhibaankaasi ma arkaysa ay iyagu xusheen oo seedi ma arkaysa la ah oo injineerka ah sideed u aragtaa aadanow mahadsantiin boqolkiiba boqol sidiisin hadalkan daadiyaha aytan badiyaana fikradii ku dhiibada horta lamada markii soomaalida may rahaase una maylee madiyaana mayka ma saluudan ahan lamadii dhalatee dhahalka dooda siya la rajari una nimankan way waa ahaa lan magaaladaasay dakhli geliyahaayo ka iyaal dhalay deegan ahaan waran siyeen hadday kulley lan degli mariflan dhalaylay maa lan degli mirifla kulley ni ahaa ini aan faleean waayo may waa lan landegli mirifla walaakin lan deegaan meelka aw ya lan degli mirifla walaakin lan deegaan aw haday dhowrta dhaqankii iyo dhalashada naftee shal duugantay may waa halan dhaqansho leh hobiyo ay adaynu yolayki maalan maalan unana maalan uma ahsaan aaminsane kasi aragtidaada marka ma waxay tahay iyagu hal bayna siiyeen annaguna hal aan siina miyaa mise dadkan waxba macnihi islama lihin nimayow ceyriinka aan ku kala dhammaano nimankan mahan ona lamagan waa masle lihiini meesa dhalana isaanimada lawadaaga isku af mihiini isku qudood mihiini maska saana dhulkii may wa ahaa iyo weli baadaha ino isbaaradii oo antaalo hagiha doro lamada dulmi rafaad dhamaatay dhibaatay dheefsibahaat iyo hatoy wa wadanka laysi akhi galan weydiyahayaan unuba koosan seenay waalna siilayo sidii daraad may waha lafta gareen wadankaas dekijey ama haalay ee badeela hawadaan lamagaasay may waha laankii
inuu kunu nuugday may la raay karkirin ku araas soo leeyahay aanan ku digi yahay limankan xalas ku dheer aaminsanaan aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa waa muwaadin u dhashay jamhuuriyadda barakeysan ee Mailand oo sheegay in la kala dhamaado aan la isku qasnaanin dadku fikradoodu dhamaan waxay leeyeen anagu dadkan wax isla ma qaybsan karno aan kala dhamaano soo qaba xildhibaanka hadhowdii marka studio-yan ku xireyna insha Allah qadka macnay bowsaad inta qofka waa la adiga banaanka istaag soo qabo insha Allah taala kadibna ma arkaysay tartiib kadibna hello salaamu alayhi alaykum walaalka isaga waa u gooyay xildhibaan baa inagu soo maqan oo aan rabnaa inaan ku soo afjarno barnaamijka walaal baa ina soo wacay annagana waa wacnay haddana waan ku celinaynaa insha Allah taala Ahmed Olol baan soo qabanayaa hadii xataa uu joogo marka kan hadii walaalkaasi uu qaban waayo aragtida uu leeyahay wakiilka tiimka jugta culus ee dalka Netherlands Olol ayaa soo qabanaya ugu dambeyntii aan jecelahay aragtidiisa inuu dhiibto sida uu arko oo ku soo qabtay walaalkay laba jeer saddex jeer aan ku weynay marka sidaa daraadeed Olol baan laba daqiiqo siinayaa aragtida uu ka qabo arintan salaamu alayhi alaykum Ahmed assalaamu alaykum وعليكم السلام احمد وسو دو ماركايسه خلبان كان ليديسيي ما واحد ورقتا سن مس ماركايسه دواد ورقتا ارقتيدادا معلن ابان ادم كو سلام يا قدوميه تيم كجوكتا علوس عبد الرحيم سلو كلاسيك سلام قاري هو الامرنيا معلن ادم كو وايد ما علميا وحاتين دد جهود جليا in ay dadka reer Mailand ay arkaan dagarta loo maleegaya adinka deegaanadooda lagu hayo inaad tustaan adinkaaba halganka ku jira idinka ma hadda mudan ilaahay ka sakow naam macalin aadan in qalb muduk annaga xildhibaanka ma rabno dudunta sanjuurayda gasha waxaan ugu baahanahay malahan isdirisna manihin dadkani waa dad isbaara u taala deegaanada Mailand xoog ku yimid wax xaq ah ayaga ay ugu leeyihiin Ilaahay abuuray malahan waa la gartay hadii ay ahaan lahaayeen dad yaani deegaanka iska degano wax kasoo wax soo zaaidinaya deegaankii wax taraya dadka dhacaynin isbaarada dhiganaynin dadka masaakiinta ahna baadaynin markaas waa la dhigi karaa waa dad Soomaaliya aan wada dhalanay dadka oo deegaanka nala degan waa inay xaqooda ay yeeshaan laakin macalin aadan nin wato qori isbaara u taalo reer Mailand gabdhahooda kufsanaya gaari gawaaridooda gubaya macalin aadan dadkaasi wax xaq ah ay ku leeyihiin Mailand haba yaraatee ma jirto waa dad ku yimid xog inay wax dhacaan inay wax dilaan isbaarada ay dhigtaan gabdhaha Mailand ay kufsadaan marka Mailand wax ay ku leeyihiin Ilaahay abuuray haataako hal dhiba kan qashinka xaqaya xitaa magaalada qashinka ka nadiifinaya xataa xaq u malaan in laga siiyo in dadkaasi waxay istaahilaan in liska celiyo liska caabiyo in xeeladaha ayaga isticmaalaya lala isticmaalo in isbaaridooyinka laga soo nadiifiyo bannaanka laska keeno macalin aadan ee dadka reer Mailand degan galmudug ma haystaan qoriyo isbaara umbataal dad midilaan dad aan waysan xooggooda ayay cunaan waa dad aqoon leh sida malanka ka shaqeysa dukaamo ku leh ganacsi ku leh si nabad ah u degan waxay xaq u leeyihiin in ay helaan soddon ama konton xildhibaan waa dad deegaanka wax soo geliya ana dadka dhibin isbaarada u dhiganin la nool dadka si sharaf iyo karaamad ula nool weeye dadka reer Mailand ee degan galmudug hal xildhibaan ma istaahilaan waa inay helaan waa meesha ugu yartahay soddon xildhibaan inay ka helaan ilaa qofka hadduusan wadanin qori waxna dhacaynin waxna dilaynin si nabad ah dadka ula nool waa inuu helaa halka asiga uu ku leeyahay deegaanka marka macalin aadan reer galmudug 900 kilomitir oo dhexaysa in ay maanta hal tuulo aysan ka deganin Mailand ama Shabeelle hoose hadda adaayowtii markii kadii aad la doodaysteen waanu maqlaynay kadii cawada waa karbaasteen sida xaq ah oo runta ahna wax waa u tusteen asagana wuu ka leexleexday xitaa waxa ku dhacday niyo sheek hal tuulo ay degi reer galmudug markaas wuxuu dhahay war niyo waxaa la degnaa ceelasha biyaha ama niyo galmudug okay ceelasha biyaha
dhoqolkii sagaashan iyo shan dadka degani waa dad ku dhashay mailand. Reer galmudug waxa ay ku leeyihiin malahan mailand xaqma u malahan xildhibaan sida aniga ay sheegay reer mailandan marka waa inay gartaan dhagarta al-shabaabka loo soo adeegsaday deegaanadooda oo degmooyinkooda xirxiray sida hadda dhalinta ka cabay reer mailand hubka qaatay al-shabaabna ugu galay godadka inay iska saaraan war dadka al-shabaab leeyahay waa dad u dhashay deegaanadaas sida hadda anaga ay sheegna ay ka yimaadeen waa dadka reer maxaaga ah afka soo tuurtay sida gabdhaha niqaabka soo xirtay sida dumarka u dhaqma nimankaani waa in ay iska soo nadiifiyaan kuwa al-shabaabka awijiyada soo xirtay iyo kuwa isbaarada u dhigtay deegaanadooda gawaaridooda gubaya gabdhahooda kufsanaya reer mailand waa inay gartaan wiilka mariixaan ee gobolada gedo xoogga ku jooga isbaarada u taalla sidoo kale tan shabeellaha hoose magaalada baardheer ee macalin aadan waad og tahay labada dhinac ayaa isbaara ka taallo labadaas dhinacna waxaa isbaarad u taallo waa dadkan mariixaan u dhashay beesha daarood oo deegaanka lagu soo dhaweeyey lixdankii sano ay soomaaliya xorriyaddii qaadatay oo maxamed siyaad baran uu ku dhawaaqay inay soomaaliya aysan waxba aysan kala lexeen oo dhulku uu yahay dhul nu wada leeyahay maalintaas ayaa reer mailand soo gaaray dhaawacaad ulas ayagana way garan waayeen dhagarta u maleegayeen reer maxaa inay deegaanadooda ay ku soo aruuriyaan ay beerahood hadda wuxuu dhahay kadiye aseendooyin ayaan kuleenahay macali aada aseendooyinka ayaga haystaan waa aseendooyinkii maxamed siyaad barre ama talyaaniga xoogga ku qabsaday iyo carabta carab waxaa ka galay dhulka soomaaliya dhulkaasi waa dhul iskale mailand markii dowladdii ay burburtay aseendooyinkaasi waxaa xoog ku qabsaday dadkan u dhashay galmudug marka waxay leeyihiin dhulkani waxaa ka qabsanay aseendooyinkaas talyaaniga ama carabta dhulkaasi carab ma laha dhulkaasi waa dhul mailand iskale wiilku u dhashay mai ayaa iskale dadku u dhashay reer mailand ayaa iskale reer galmudugna hal tuulo kama degano waynala degi karaan wayna dhex degi karaan laakiin sida hadda ayaga ay ku joogaan ay qoriga caaradiisa ay ugu joogaan wax nabad ah nama dhex taalo waa in laiska celiya oo keliya waa in xabad lagala hortaga waa in madax laga jaraa waa in dhulka laga soo nadiifiyaa ayaga iyo kuwa al-shabaab waa isku mid al-shabaabna waa kuwa deegaanadeena xirxiray anshuurti dadka ka qaata baada neefkii cariga a ka qaata hal doolar neefka lo-daan ay ka qaataan saddex doolar neefka geela ay ka qaataan shan doolar ninkii beerta usoo go-do qori la durtaagan leh tiri imisa loor ayaa kusoo go-day boqol loor toban iyo labaatan annaga ayaa iskale macali aadan dadkani waa dad usoo tashtay in ay mailand ay gumaadaan ayna barakiciyaan deegaanadoodana ay u dil maraan macali aadan reer mailand aad baan ugu xumahay inay garan waayaan in dagartan loo maleegaya ay u madoobi waayaan aad baan ugu xumahay aad baan ugu xumahay macali aadan kuwa dameerada ah dabarka laga saaran oo u horeeya adeerkayga lafta gareen aad baan ugu xumahay macali aadan wiilka mailanda inuu garan waayo deegaanadiisa ka ordo uu aado deegaano kulul oo malad asaga uusan ku noolaan karin inuu maanta maciibdo inuu ku noolaado puntland iyo galmudug inuu ku noolaado wiilka mailand aad baan ugu xumahay macali aadan asagoo ilaahay sii dhul barwaaqo badan laba wubi marah beera leh oo dhul nadiif ah uusan ee dhul kulul waa dhul aad u qurux badan ilaahay ibni aadamkiisa uu ku manaystay wiilka maiga laakiin uu garan waayey in ay dadkan isbaarada u dhigtay qabo deegaanadiisa in ay ka barakiciyaan inuu iska celi waayo aad baan ugu xumahay laakiin alxamdulilah maanta waxaan u bishaaraynayaa reer mailand in ay garteen qiib ka mid ah in dhagarta loo maleegaya al-shabaab kuwa la dagaalamay waad u jeedaa macali aadan wiil dhalinyaro mailand ayaa soo baxay oo raba inay deegaanadooda xureeyaan al-shabaabka ay madax ka jaraan kuwa isbaarada u dhigta ay la dagaalamaan waddadii uu maray adeerkeena shaati gaduud waddadii uu maray ustaad 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 cusmaan uunu ku waddadaasi haddana hayo al-ustaad sheekh mukhtaar ruuba cali abu mansuur madaxweynaha mailand jamhuuriyadda barakaysan ee mailand macali aadan waa mailand waa inay gartaan inay difaacaan walaalkooda usoo baxay oo leh deegaankan annaga ayaa iskale dhulkan annaga ayaa iskale ma yeelayno inaad nugula daarataan dhulkan nugula daarataan ma yeelayno qof kale
إن أي قرب كيس استعجال أي كتلة زبان واحد صدم كاسنا عذر كلا تحت جيل إيرمايل عن تحت وذا برجع للحيران جور حكبتين على حيران ديجا أنا لفكون أي حيران هاي ذكى تليرد إلا كلا حيران استلامين وارد ويا وذا عيارين كمية بعيدة وذا عيارين أذن وقمة حي إنه ويرك مايل وقرن وياه ويرك برجع لهذا الشيء إنه جور حكب ولا جاي وكو عياري كرو وكو راح حيسن كرو وبنودا بيت بنودا أكبا بنا عشي قلتو قطا قلتو بنودا بنك عينا حايي وقرم ويا ويل كل شيء بردالي إنو ليا هاي بورا كبه إنو ليا هاي بورا كبه ويل كبورا كبه نقول شيء إنو بردالي ويا هاي ديغان كيسا وقرم ويا تذكر إرمي لاند وقضتا سنة حبيقاي مع الآن الأدر وغفماي مع الآن الأدر وغفماي غير وطقر إليهين ذات الشيء إليهين ذات السوديقة إليهين ذات السوأفة إليهين ذات السوديقة إلا صومالي لان كلا أيهين توقو فعلى آدم علمده وغير محاقة واتجه ذا وقوة إلهي كفوتي وقوة إلهي كفوتي ورسولك إسا كفوتي وعيقا السلامين مساجد ذا للشلسان بغو كيلومتر شلسان بغو المتر يسكت ذا اسم السلامين شيخ أمر واتجه ذا معلى آدم شيخ حسن كواتجه ذا معلى آدم وحاتو جيدا كلا شيخ محمد إدريس وحاتو جيدا شيخ إدارة هاي إنو بيضا ويستاقي إسكا عفية ديكا والإذن دي والإذن دعاي قريهين أيان لجبي إسكا عفية كل مدى سوية معلى عمر يرحاي قرشي كل مدى سوية أدبن وحماي معدن وحاسوب بحي شيخ سعيد راجع شيخ سعيد راجع أو أوله أو أعي يسينا يقال لها مسلمين تبغوكي بلواتني يؤفر أيان دين إسلام ككب حدا أيوه هاي شيخ محمد سعيد راجع وحونا لما تلي ولم يجي سي على ومثال صغاري ولا يستمالي لك كم عديد وشي على نمبر لك وصوماليا نمبر شدة ولا وافغانستان ولا سيدي ذات صومالي او مسلمة او سميينة ولم يجي ذات سي على او ايسن اسواقيتين ذات صومالي لا 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 غير لا 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 وحاني ودين ما أحن وحاني ودف إلهي كفرتي رسولك استكفرتي أي ربان إنا يا عبان ليك دكا إسلامك كوة دولة الصومالية هوزيوغا أو علمات الشيكو أو مقامنا يا الشيخ الشير والله أيام قدرتي كل نقول هو ودى توقو أو إلهي كولا فرتي دين إسلامك كبير شيكتي سواء أخريستا كتابيانا أي قرين وهابيانا تبقوا لغسوا الحديثة نبيجينا صوبان يا رسول كنا صلى الله عليه وسلم الكتاب كإلهي نزل بجيل القرآن الكريم أيضاً أي أخريستان كتابة أي قرآن ذلك قيادة أولى لكي ذلك سعودية أولى شيء والشيخ فلان شيخ فلان داية آياتي أما كتابية أي قرآن إنه يوقعتان عقيدة أهان ودفع كدمنا أي أبنستان ذلك إسلام كليغوذا أي دلان من مساجد كخجره وصلاة دوكانية أو معلن جماعي تاي وكبع ثلاثيسة أما الركوعتان أما سجودتان إن داي طول تغان لديرو أي أفض ورايا مع الآذن تتكاس أي شيء غانا يبان إلي يهين داد إسلاما مع الآذن آدبان وحول هاي غير مايلان دوادت سرف له غير مايلان دوادت تت قرن أي إلهي وادت قد أحمد دين دا إسلامك تت ورالهو دا إيسان كحد ببين كدولين إسبارا وديغانين ديك الشعبك إيسان عبين مركب مع الآذن غير مايلان دوحان وباقيا إني عدو قوضة أي أمي ذوبان أي قعماها إسقفتالان أي إسكقرتان تقرت اللوم ليك أي إيو قوة اللوغو الشقيستو أذير كيغا لفت قرير وقهر إيو إني إسكقفتان قعما برا إسقفتان أهدن قو سلام أهدي أهد بأمي وكيلو أحمد أولول أيو أها أو معني رياضة ما أركيسي أفكيسو أي كبحايين حقيق ده ما أركيسي النصوص تأنو ديدين دمانتود معني النصوص تأيو قوشاي أحمد أولول وكيل كتيم كجوكتا علوس دالك النذرلاند أما هولان آدبان أقوم هاد نقاينا سيدا قيمي إيا قاياها إيا قرادة وين ما أركيسي رايادة هلانسيقا وحكو أولكا أفكيسو ولوذاق أي كسو بحين ددك أحمد أولول waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu caafiyo walaalka isaga abriyaan hargab baahayay sida aan ku rajaynaynaa inuu caafimaad doono haatan waxaan ku soo dhawaan doonaa walaalyaal khudbadii madaxweyne muqtar roobow cali abu mansuur
oo macnihii loo xiray ayaan fiirin doonaa insha Allah daqiiqadii ugu dambeeyaan ku ku tamam may baan baahanna aqoonta iyo may aqoonyahanada suuna may baan rajeeyaynaa oo si ruwaynay dadku waan baahanna wataan oo dhanbi aan baahanna goornaan may baan baahanna aqoonta iyo may aqoonyahanada suuna wada ka baahanna si lama dhayn innagoon oo may hasra shaxna dadkii kala tali maduran min kooy oo noocday hawlun kooy ma abi aqoon iyo hanada iyo inta horeeyay dalabkaas iyo ku ajiibnay iyo hore muddo kareen la jarti maadaama yada asmay ba si sheegay galabta si gadaayay insha Allah ta'ala hadii ana xilka koonfur galbeedana ka guuleysada ili aanaynay maadaama asaatiiradan arday maaha arday ana haado doona may waxa dirsiyo siyaasna ana ha gudbi doona insha Allah taala oo yaanu deegaanka nambaradii gibta jareena boodalka roogeena oo ana ku guuleysanay inaan weero doona la tarro doona saxan daayarana saxan daayarana may soo beenana doona insha Allah taala may baro dina geeka ummata difaaciya maanta adawiyo badan yahay ka duuli adawiyadaas badan may baan baahanya may baa adduunne ay koonfur galbeed korinta difaaca qor ay koonfur galbeed waranka difaaca qor ay koonfur galbeed may baa adduunne ay koonfur galbeed korinta difaaca qor ay koonfur galbeed waranka difaaca qor ay koonfur galbeed qorshaha difaaca qor may baan baahanya may baa adduunne ay koonfur galbeed korinta difaaca qor may koonfur galbeed waranka difaaca qor ay koonfur galbeed may baa adduunne ay koonfur galbeed korinta difaaca qor ay koonfur galbeed waranka difaaca qor ay koonfur galbeed qorshaha difaaca qor yaa doon insha Allah taala madaxweyne Mukhtar Robo Cali Abu Mansur erayadii lagu xiray ee labaad ayay ahaayeen erayadaasi se madaxweyne Mukhtar Robo muxuu ku daray dadka maayga inay badan yihiin adduunyada way ogtahay Soomaaliya oo dhan way ogtahay intaasi 70 sanadood afba lagu daboolay magaca dawladnimada Soomaaliya laakiin wuxuu qiray madaxweyne Mukhtar Robo dalka Mainland ee xirxiran ee lagu soo duulay in af kaliya uu u xiran yahay oo ma arkayse macnihii af lagu qabsaday erayadaasina waxaa macarkaysay uu ka jeediyay magaalada Baydhabo Sayid Mukhtar Robo Cali Abu Mansur madaxweyne soo dhawow insha Allah taala erayadaadu waxa weeye macnihii dhalgal weeye biidnillaahi baari madaxweynaha ayaanu sugeynaa insha Allah arin inuu isuunay hagaajiyo lam fadaw ya ciidanka weele wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lilbashar dad ciidan ku filay idad lun ku filay rabb ilaah ciidankaanu ka weel insha Allah taala guuleysa laasina insha Allah ma rajeeyana in isgarab furuna ma shaqayn lahayna intan haa toob uu banna intan haa toob uu banna jidkun diin soo raqadna kaamirada ku mana raqan seedan leeyma lahaan oo suru oo wadanka afka ku yiri khayra si rajeey insha Allah taala madaxweynaha erayadaas aan ku celin doonaa warka macnihi inaan ku celinno waa afkii wadankii u xiray madaxweyne noogu celin doona rabbika illa huwa dad ciidan ku filay idad lun ku filay rabb ilaah ciidankaanu ka weel guuleysada insha Allah taala guuleysa laasina insha Allah ma rajeeyana in isgarab furuna ma shaqayn lahayna intan haa toob uu banna intan haa toob uu banna jidkun diin soo raqadna kaamirada ku mana raqan seedan leeyma lahaan oo suru oo wadanka afka ku yiri
وان أرجني السيد مختار روبو محاد نايس قدومي وقدم بنتي وحن راديي إن حلبان كورال كينا معركة لصوت دورتي أنسينو فرصد إن أنسينو معركة إن الله هذا الله ديجان كي لقى دورتي عاوق وما سكنوا يجري معركة الرماء أمني أوجود ما حد لي كره هذا الرماء أمني أوجود ما بحد لي كره مجوج حلبان كي هذا لدورتي مجوج قال مودك لدورتي ماشي نقول دورتي مجوجو ديجان كوب كم قيني هاي مركو يحير التيم كجوكتو علوس وما معركة إسكت دوبا وحنسين دونا وريسي باركور كي جمع ركتي علشان قاب كي أنكو صو قلي قلمدو وحن قلمدو كاهي تاريخ ديس تاريخ ذي وأوجاس كي أقوه ري دقيلي مرفلا قلمدو مايلان أودا شيء مايلان أودا شيء قلمدو تام ركتي لقى على مساري هذا نوع اللي بانك أقوه ري مركو بحر ربائن ونلا وذاقو قاب كي أنت أكو جاري بوجادين أسو جذي دمان برشيد دقيلي مرفلا ميلول بمايلان يكون نصاي إن هذا حق رادي سوبا هي كلمة دي هادو يقول ده واحد هاي حق والله هاي لكن حقه رازب وباهي إن بلشنا ميرول بيجوكتو حتى أنت مقنع ده لشيء كيسة نسي ها بلشنا أنت يجوكتو إن معركة ميرول بيجوكتو إسكو دوبناتو حق وهذا إيراد سدان مركا ورئيسي جيسور لما يصيران يوم معركة إسقي والله فأنا وادين سو جنيد وأنا دول رالي كنغلو محاكل من ثمان والله وح كلام كل ما يناي ملا معني ساعدان قادنا الدورة وحان جعلها ما دام اديق اد سعود دير اد سوق شيء لبا ساعدود اي برا اد سو سوت اني لبا ساعدي بر كل اداه اي ساعد بدن اديق ان نو سو افجرت عاودا جعيش حتى هيس غبابا اما غبي اما مع وخي ربتي لو سو افجرايا ان شاء الله هرتو وحان ربا ان ان اسفرنو وحا اوغو هريسو تقود الهي نفتي يا نفتي نبا ان افرنا تقود الهي تقود الهي ما ركتي ان قدرنو حق ان nan ka aamusan hadii ajar deegaanadeena waa dhiban yihiin dadkeena waa dhiban yahay dad iyo cadawga ah marka hadasho waxay kugu aaminsanayaan daciifa iska dhigin qof la saaran yahay runta laga ma gabado maanta awood cid nagu haysta male shimtaar sheegay afbaana lagu haysta sharci iyo kaar dawladeed baana lagu haysta iyadoo nalo adeegsanaayo kuwa inaga naga dhashay oo walaalihiina oo damir laawayaal ah oo dadkeeni kala qaad qaadayo ودتكني كلا ببحينايو رير هبل باكنا رير هبل انت يقود دنوه الشخصي يقود دنوه هذا الشخصي قال راتنا يا ودنوه هذا الشخصي كفيرنايو شخصيات يقى باشر أسوأ قلي بقاليني كسميان أما إن لقو برتو وحمرك عربنا وحواي إن دتكنا إسكو دوبني من نمو ولا التنمو إني أجدان ديجان كان إن يقود نلقى ولا هيسو عن شخصي جون اللي جوله هيسن إن مختار روبو يقول أن أكوّل حرينيه الشخصي أمر رير جوني أوسن كحرمان إن قد يدن إن أوسن إن كحيل لو ذلية يعني لو ذلية هاي نم والبنا اللي جربوا ماشي إكجها بونتا إنه كقبطه فكر ولا كلا دونان كرا مركي دل كحرية لكن مرة ديبا دلوجوس دولي أو دل مأجرو كلا دونان شو مجري كرا كلا دونان شو حلا يعني هذا ولا وجهه واي أدي أت ديجان نظر ما أنت هذا ولا شيء هذا إذا إكجها ليس أما هذا إن قد جذو وشلا شريف حسن ما ركتي بوب لانو أن أوفى صحيح. سؤال أنا الديمقراطية هي ريبابليكان كا مريكان كا. يعني الديمقراطية. الديمقراطية دونالد ترامب حزب جيسيوا. ريبابليكان كا جمهوري كا. هذا الأساس هاي الديمقراطية هي اللي بدو حكسبين عدوه مريكان كنا يلا دجال ما نسمع هذا إيران أوكله. ده ما هو يكسبه ده جدا. أديات. واحد مركز الربو واحد هو مركز دنت جود أي نقطه. مركز الشيء أي نقطه. waxaa maqlaysan hadaydi dhulkan shabeel laha soo Soomaali ba iskala wada deganahay Puntland adiga ma digil ba tahay mise mirif la tahay horta hada digil tahay in sheeg hada mirif la tahay ba iyo bokol ba leedahay in nooca lagu kala qaado in lagu dhaw coalition ba tahay ama ma aragtay dad la isku keenay tahay waxaan qaban doonaa aadano barnaamij ah ma isaga duu wuxuu yiri ma arkayse mirif le ba iyo bokol wa ila ma sheekay sakaran adiga tahay kulay ma waxaan qaban doonaa barnaamij sawirta aqligiis maya waxaan qaban doonaa isaga 900 km ka yimi maya waxaan qaban doonaa barnaamij lagu magacaabo abtirso si fiican faamisa dadkeena meesha laga hayso hadda macni kadiye oo kale waa hadda lagu qabtay oo adi aad dadkeena markii la dhaho abtirso isla markii way sii jeesanayaan way dhaqan u malihin dhaqankeena maahan gaajo nooma qabanin in abtirso
أنا بنا ديغان برواقه لكن قفك كلا ايمانا يا ششيه عبد الرسال ليه برنامج لا يراد الله سمينا هذيك عبد الرسورت هادي انت نوقتي ما انت نوقتي ما تسكتي انا ما انا كلا قادين بلول ديغان بالا دهاي قبيله ما دهو حتى الصومالي ديغان بالا قبيله ما دهو اولي سمارا له اد اركتي مالك ما قال بو اها مسلم بو اها ما نقانو ما بوديس سو اها مشينا سو اها يا شيغي كره وحجر ما بانبا ميقا قرني كهر وها تاريخ قرن وان دغدر هين هاي دتك كلية أفكار اللي قري جري أفكارنا ما يجاوا. دتك كلية تاريخ ذا قرن هاي السماء تمر كتير بلوان نقبو. أبوجاك لهنا أنا جوا. مركي نن بيش أمارة حسن شيقة ومال سوء استاجي وقراي. لما بقوله سنة كهر إن سلطانكي يحيى عامر. لما بقوله سنة كهر سلطانكي قال إن كنتم كن أعيدا وكعين هاي. دولة الفدرال ما هيست. ما أنت ما هيست. القفا كعين جري. ما أنت ما هيست. أديت. وأهان جروا أها كفي عمرك ده كأن إن ويلك ما يقع إنه دب إسقول عبتو تاريخ دي سأجادو ماشي وكأي ماذا أجادو وحياه أجادو كدب إسقى مركو س نية أهان هي شخصيا إسقول يسوع وح إيمانه يس إن ده كأنه وح كبدله أديت إن شاء الله أنت برنامج كان لميدا أكو كل ميدانه بل أنت نظر حوي فردوسة إذا ما لقيت أنا تل فردوسة قدوم يوم ما تصنتي قدوم يا ناس حري إن شاء الله